السلام عليكم، يعطيكم العافية، يا رب كل أموركم تمام. بدنا نبلش الآن في الملخص المخصص لمحاضرات الباسا. هذا الملخص كثير ممتاز، كثير مفيد لأي شخص دارس المحاضرات وحاليا إيش بده يراجعهم. راح يلم إلى كل المادة. أنا خلال الملخص راح أحكي لكم هاي مهمة، هاي تذكروها، هاي شفت عليها سؤال في روبنز، الدكتورة هاي حكت راح تسأل عنها، وهكذا. أما لشخص مثلا مقوت مثلا محاضرتين ثلاث محاضرات وحاب يحضر إلهم الملخص، برضه هيستفيد. كم راح يستفيد؟ أنا بحكي من 80 إلى 90%، إلا ما يلقط إله معلومة معينة من المحاضرة ممكن بسببها يجاوب أسئلة الموجودة عليها بالامتحان، تمام؟ فبسم الله نبدأ. أوكي، خلينا نبلش بالمحاضرات الأوائل الثلاثة لدكتور عمر حمدان. المحاضرة الأولى تاعته كانت هي أطول محاضرة، وعبارة أصلا عن محاضرتين مدموجات مع بعض، اللي هي كانت تجمج ما بين الأورال إنفلاماتوري ليجنز وما بين إيش الإسوفيكس. فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. بدنا نتعرف على الأولر إنفلاماتوري ليجن. في عنا ثلاثة يا جماعة، عنا الأفتس ألسر اللي بنسميها الكنكر سورس، وعنا الهيربس سيمبلكس فيروس انفكشن، وعندنا الاورال كانديديسيس. شو لازم اعرف عن كل وحده فيهم؟ اول شغله الافتس السر اللي هي بتطلعتنا لنا في يعني وقت من اوقات حياتنا، هاي هي ايش الافتس السر، تمام؟ شو لازم اعرف عنها معلومات؟ انه بتطلع في بدايه العمر بالفيرست تو ديكيد اوف لايف، بالعاده بتكون بينفول، تمام؟ يعني فيها الم ريكرنت. كيف شكلها؟ شكلها لونها احمر، تمام؟ هايبرميك بيس كفرد باي ثين اكزوديت اند ريمد باي نارو زون اوف اريثيما. زي بتحسوا هاي الهيكل الليجن حواليها منطقه، طلعوا منطقه ايش من الريدنس، منطقه من الحمار. المهم تعرفوا عن الافتس السر كثير، تمام؟ انه الديزيزز اللي اسوشيتد وذ ات. ممكن دكتور عمر يجيب لكم السؤال كثير سهل انه all of the following is associated with افتس السر except. مين هم هذول الثري ديزيزز؟ اللي هم السيلياك ديزيز، الانفلاماتوري بول ديزيز اللي هم بنوعين. شو هم الانفلاماتوري بول ديزيز؟ الكرون ديزيز والالسراتيف كولايتس وامين والباتشيت diseases. اوكي، هدول الامراض، تمام، بصير فيهم ulcers برضو بالماوس. نوع الالسرز اللي بتصير بالماوس اسمها الافتس، فهي مهمه لانه هدول عددهم اربعه. ممكن يحكي لك all the following is considered as a diseases associated with افتس ulcer except، وحط لك celiac كرون السرتيف باشيت ديزيز. طبعا بدها علاج؟ نو، هي it will resolve تقريبا من 7 إلى 10 أيام، يعني محتاج تاخذ دواء تحط كريم، nothing at all. الشغله الثانيه اللي هي ايش؟ الهربس سيمبلكس فيروس. بدي تعرفوا لانه في عندي 2 تايب 1 اند 2. هيربس سيمبلكس 1 هو اللي بيكون بالاورال او بالفيشال ليجن، اما هيربس سيمبلكس 2 اللي ما بيهمني هو اللي بيكون بالجينيتال هيربس. فيعني اذا سالك بالامتحان عن الهيربس سيمبلكس فايروس اعرف انه بقصد نمبر 1. هاي شغله. الشغله الثانيه بدك تعرف لي انه اذا الطفل انصاب فيه بيكون اسيمتوماتيك، ما بيطلع عليه اعراض. اذا الادلت انصاب فيه ممكن يكون ليتنت. شو يعني ليتنت؟ يعني بضل مصاب بالفيروس ولما يصير له ري اكتيفيشن، تمام، بصير يعطيني اعراض. شو الشغلات اللي بتعمل ري اكتيفيشن لهذا الفيروس؟ هم هدول العوامل: تروما، يو في لايت، اليرجي، ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن، بريجنسي اند سو اون. برضه نفس الشيء، ما بتحتاج دواء، ريزولف تقريبا من 7 إلى 10 أيام، الا اذا واحد كان اصلا مناعته منخفضه وانا خايفه عليه يتاثر، اللي هم الاميون كومبرومايز بيشنت، بقدر اعطيه دواء او اعطيه ايش سيستميتك انتي فايرال ثيرابي، يعني دواء مضاد لهذا الفيروس. يعني الان من اللي حكينا شو اهم شيء اعرفه؟ بالافتس السر متى بتصير وما بقدر اعالجها لانه خلص سبونتينيسلي راح تروح لحالها، والديزيز اللي اسوشيتد وذ ات. الهربس سيمبلكس فايروس عرفنا انه ايش بكون بالادلت ليتنت. نيجي على اخر واحدة اللي هي الاورال كانديديسيس. شو اهم شيء نعرفه عنها؟ نعرف انها فانجل انفكشن، وان هي الموست كومن فانجل انفكشن ام موجود بالاورال كافيتي، سو ات از ذا موست كومن وان، تمام؟ هاي مهمه. اوكي، الشغله الثانيه انه هاي الكانديديسيس لو بدي اشوف لها صوره بتيجي زي كانها طبقه بيضاء وين على اللسان، ولكن الشيء المميز حول هذه الطبقة البيضاء ومعلومة هاي كثير مهم نعرفها، انه كان بيردلي سكرابد. يعني انا لو اجيب اشي زي شيء معين اشيل فيه هاي الطبقة بقدر اني اشيلها، هاي كثير مهمة، لانه الان رح نتعرف على ليجن ما بقدر اشيل فيها هاي الطبقة اللي هي الليجن تاعت الليكوبليكيا، رح ناخذها كمان شوي. سو كان بيردلي سكرابد، بقدر اني اشيلها. بالعادة بتكون سوبرفيشل، ولكن إذا كان الشخص immune compromised، عنده AIDS، كيموثيرابي، عنده neutropenia، كان بي spread to the deeper sites. فأهم شغلة من الأورال candidiasis هي الموست كومن، وإنه كان بي إيش سكراب، بقدر إني إيش أشيلها، بقدر أشيل الكانديديسيس. اسمه شو هذا الكانديديسيس اللي على الفم؟ اسمه ثرش. بقدر أشيله؟ يس، نعم. تمام، ليش الآن على الجزء الثاني اللي هو إيش بيحكي لي عن
ال proliferative and neoplastic lesion of the oral cavity. نفس الشيء نعرف عنهم الأشياء المميزة. أوكي تمام، هم عندنا أربع ليجن. أول واحدة اللي هي البايوجينيك جرانيولوما، هاي بالعادة بتكون على الجنجي، بتطلعوا كأنها بتكون زي هيك كتلة حمراء موجودة على اللثة، بتصير بالتشيلدرن واليونج أدلت. المعلومة المهمة نعرفها عن البايوجينيك جرانيولوما شو هي، نسميها بريجننسي تيومر. إذا إجاب إلك في الامتحان سيناريو طويل عريض بحكي لك عن ليجن طلعت على جنجفة لسيدة حامل حكالك بالسؤال pregnant woman، تمام شو بنحكي؟ هاي بايوجينيك جرانيولوما، سو اسمها بايوجينيك جرانيولوما، تكون بالبريجننت وومن بنسميها ايش؟ بريجننسي تيومر. شو مشكلتها؟ تمام، من ايش بخاف منها؟ لما تكون بالست الحامل بخاف انه تتحول الي لمالجننت نيو بلازم، تمام؟ فبالتالي انا يعني بتزيد عندي السسبشن انه انا يمكن هاي تتحول لمالجننسي. هلا هي ممكن مية تو ريجريس، تمام، ممكن تروح كامله او تو ماتيور انتو تو ثينكس، تمام؟ لازم نعرفهم. واحد تحول إلي لدنس فايبروس ماسس، اثنين تحول إلي لبريفرال أوسيفاينج فايبروما، تمام؟ فبالتالي البايوجينيك جرانيولوما اللي اطلقنا عليه اسم البريجنت تيومر إلها سسبشن إنها تكون مالجنت نيوبلازم كود بي ريجريس أور ماتيور، تتحول لفايبروس ماس أور بريفرال أوسيفاينج فايبروما. طيب جاب لك كل هذا السيناريو، ما سألك عن ولا إشي من اللي مكتوب هنا، حكى لك شو العلاج الديفينيتيف تريتمنت، تمام؟ يعني ممنوع تعمل تريتمنت غير هذا الشيء، إنك تعمل سيرجيكال إكسجين، يعني تدخل جراحيا وتشيل هاي الليجن. ليه لازم أعمل جراحة؟ لأنه عندها سسبشن إنها تتحول لمالجنة نيوبلازم. فهاي الأول وحدة بايوجينيك جرانيولوما. الليكوبليكيا كثير مهم أعلمكم عنها شغلة، إنه هي عبارة عن وصف. قبل ما أحكي إريثيما، كيف لما احكي مثلا هذا الشيء لونه وايت، هي مش مرض، هي وصف لا ليجن انا بشوفها بس بوصفها كانها ليكوبليكيا. قبل شوي هون حكينا عن مين، عن ايش؟ الثرش. حكينا الثرش ايش؟ بقدر اني اشيله، تمام، بقدر اني امسحه من على اللسان. هون الليكوبليكيا انا ما بقدر امسحها عن اللسان، هاي هي مثلا قطعه من الليكوبليكيا كانت بي سكرابت اوف، ما بقدر اشيلها عن اللسان. وزي ما حكيت لكم هي وصف زي لما احكي كلمه اريثيما، تمام. Absence of any known cause, lichen planus and candidiasis are not considered leukoplakia. يعني هي ما بتمثل إلي أمراض، هي بس أنا وصف لليجن شفتها، أوكي؟ طب نسبة إنها تتحول لمالجنسي تقريبا من 5 إلى 25%. كل ليكوبليكيا بشوفها بحكي إنه هاي عبارة عن precancerous until proven otherwise. كيف اللي شو اللي بدي يثبت إلي؟ إنه إذا أنا أخذت خزعة منها وفحصتها اكتشفت إنه هي مش كانسر. عكس الليكوبليكي هاي المنطقة البيضاء ممكن يطلع على اللسان منطقة ايش؟ حمراء، تمام؟ هاي بسميه إريثروبليكيا. بتفرق عن الليكوبليكيا انه الريسك فيها انه تتحول لمالجنسي اعلى. الشغلة الثانية انه 50% نص الحالات اللي بيكونوا عندهم إريثروبليكيا بتحول لمالجنسي، مع انه هون بالليكوبليكيا شو حكينا 5 إلى 25%. فاذا سألك بالامتحان مين اللي اكثر نسبة انه يتحول لمالجنسي، هو مين؟ الإريثروبليكيا. ريسك هو التوباكو يوز للثنتين، للليكوبليكيا والإريثروبليكيا. اخر شغلة اللي هم ايش؟ السكويما سيل كارسينوما، اللي هم عبارة عن كانسرز بصيروا وين عندي؟ بالأورال كافيتي. والموست كومون طبعا كانسر هو ايش؟ السكوى، بس بنسبة 95%. الاشي المهم نعرفه انه لما يصير عندي هذا الكانسر شو هم الفيريانت اوف هاي ريسك، تمام، هيومن بابيلوما فيروس اللي ممكن تسبب لي هذا الكانسر، والميوتيشنز وين بتصير. يعني اذا جاب لك بالامتحان شو اسبابه، نحكي شغلتين، يا اما يكون ديو تو ميوتيشن، تمام، اوكي. لما يكون ديو تو ميوتيشن، اوكي، بتكون بالتي بي 53، وبيحب السواليف هاي لانه سالكم عنها كثير في ايش؟ والراس، في الام اس اس تي بي 53 والراس. طب لو كان ديو تو انفكشن، مين الفيرال اللي بيعمل انفكشن؟ هو الهيومن بابيلوما فيروس. طب ويتش فيريانت، لانه هذا الهيومن بابيلوما فيروس له انواع، في 16 و8 و11، وابصر شو اللي اكثر واحد بيعمل الي سكويما سيل كارسينوما هو الهيومن بابيلوما فيروس ايش؟ 16. طب بروجنوزس for patients with human papilloma positive tumor، يعني للناس اللي صار عندهم هذا الكانسر، تمام، نتيجة لإنفكشن، is better than for those of human papilloma virus negative tumor. ليه يا لبنى؟ لأنه اللي صار عندهم إنفكشن بهذا الفيروس نتيجة إله صار الكانسر، أنا بقدر أعطيه علاج وأتخلص من الإنفكشن ويتعالج المريض، ممكن هذا الكانسر يتحسن، تمام. ولكن إذا كان due to mutation طفرة، أنا الطفرة مستحيل أقدر أعالجها، فبكون إلي إيش؟ إله worse prognosis. فهدول عن مين؟ The proliferative and the new plastic lesion of the oral cavity. آخر إشي
اللي هو مين الديزيز اوف سليبري جلاند. الدكتور حكى بس اعرفوا للتعاريف، ما شرحوا لهم كثير. اعرفوا انه السيرندايتس اللي هو عباره عن انفلاميشن بصير بالسليبري جلاند. البليومورفيك ادينوما تمام، هو عباره عن سلو جروينج نيو بلازم فيه هيتيروجينس اوف ميكستشر اوف ابيثيليال اند ميزينكايمال سيلز تمام. الميوكو ابي درمويد كارسينوما هو عندنا فيري اجريسيف تمام، وبرضه ميكستشر اوف سكويمس اند ميوكوس سيلز. اذا ها قرر يسأل ممكن يحكي لك شو الموست كومن بيناين شو الموست كومن مالجنسي. الموست كومن بيناين هو ايش؟ البليومورفيك ادينوما، بس اعرفوا انه هذا الموست كومن من البيناين سيليفري جلاند تيومر. والموست كومن من المالجنت ام سيليفري جلاند تيومر هو مين؟ الميوكو ابيدرمويد كارسينوما تمام. في الجزء الثاني من المحاضرة الأولى بلشنا نحكي وين على الأسوفيغس. بدنا نعرف إنه المريء تمام اللي هو البصل إلنا بالمعدة تمام ممكن يتسكر. هذا المريء إما يصير فيه ميكانيكال أوبستركشن تمام، أو ممكن يصير فيه إيش؟ فانكشنال أوبستركشن. فإحنا بنتعرف عليهم الاثنين تمام. أنا بتوقع هون تبلش تطلع الأسئلة أكثر. الميكانيكال أوبستركشن بدنا نحكي عن نوعين اللي هم الأتريشيا والستينوسس. شو يعني أتريشيا؟ يعني بدل ما المريء كان عبارة عن أنبوبة واحدة كاملة تمام، هاي الأنبوبة ما تكون كاملة، يعني تنقسم إلى جزئين، تصير هيك الأنبوبة جزء تحت مثلا وجزء فوق. هاي معنى كلمة أتريشيا بكل بساطة thin non-canalized، يعني بتحول إلى ليس الأنبوب إلى ما هو ليس بأنبوب تمام. cord replace a segment of the esophagus، ببطل عندي قطعة واحدة. طيب شو ممكن يسألني عن هاي الجملة؟ ممكن يسألك وين أكثر مكان ممكن تصير فيه الأتريشيا؟ at or near the tracheal bifurcation تمام. افرجيكم اياها عشان تعرفوها. هاي هي الاتريشيا يا جماعه، هيك النورمال اناتومي صح، مش هاي التراكيا ورا تمام. التراكيا اللي بتوصل الي بالرئه باللنج، هاي القصبه الهوائيه. قدامها مين؟ في عند الاسوفاجس اللي هو المريء. مع مين موصل الي؟ مع الاستومك. شو حكت الي لبنى اتريشيا؟ معناها انه نون كانالايز كورد تمام، فبصير في عندي انفصال ما بين الحلقه الواصله ما بين الاسوفاجس والاستومك. فطلعوا إلي هاي هي الأتريشيا، طلعوا بطل وحدة واحدة هذا المريء تمام. هلأ شو كمان بصير مع الأتريشيا؟ بحكي لك إنه غالبا الأتريشيا والبي أسوشيت وتفستشولا. شو يعني كلمة فستشولا؟ يعني فتحة، يعني الجزء اللي ما توصل كامل بروح يفتح إلي وين؟ على التريكيا. طيب كيف بدي يفتح إلي على التريكيا؟ يعني مثلا ممكن هذا الجزء العلوي تمام هيو هذا تمام يشبك لي مع التريكيا من فوق زي هيك، فشو صار عندي؟ أتريشيا وذ بروكسيمال فستشولا. او مثلا الجزء السفلي هذا تمام يشبك لي مع التريكي من تحت، فصار في عندي هون تطلعوا اتريشيا والديستال فيستولا. او ممكن both of them يروح يشبكوا لي مع التريكيا، both of the esophagus segment يروح يشبكوا لي مع ايش؟ مع التريكيا. او ممكن ما يكون في عندي اتريشيا at all، يكون عندي فقط الفيستولا، يعني فتحة موصلة لي مع التريكيا تمام. فهذا هو المفهوم العام للاتريشيا. اوكي الكلينيكال برزنتيشن بالعاده متى بتظهر الاعراض؟ شورتلي افتر بيرث، لانه بالعاده هذا الشيء بيكون كونجنيتال، فمباشره بس الام ترضعه بصير كل الحليب ما ينزل للمعده، فبصير في عندي ايش؟ ريجارتيشن ديورينج فيدينج. بده طبعا جراح، هذا اكيد، يعني في النهايه هذا الانبوب اللي انفصل كيف بده يرجع وحده واحده الا في جراح. فالعلاج هو سيرجيكال كوركشن. شو الكومبليكيشن اللي بدها تصير؟ واضحه الكومبليكيشن، حاله بحالها من حالها، يعني واحد عنده فتحه ما بين المريء ما بين التراكيا اللي بتوصل الي مع الرئه، فايش ممكن يصير في عندي؟ اسبيريشن، جزء من الفود يروح الى للرئه. سفوكيشن، اختناق، التهاب بالرئه، نيومونيا، ونتيجه لاختلال وضعيات الاكل تمام ممكن هيصير في عندنا فلويد اند الكترولايت امبالانس. فهذول الكومبليكيشن اذا صار الي مع الاتريشيا فستولا. يعني فستولا شو يعني؟ فتحه ما ايش؟ التريكيا، بتاخذني لمين؟ لللونج. هلا هاي بالنسبه للاتريشيا تمام. بالنسبه للستينوسس بدنا نعرف انه الستينوسس بالعاده بيكون اكوارد، بعكس الاتريشيا بالعاده بيكون كونجنتال. شو يعني اكوارد ستينوسس؟ يعني انا ما كان فيني شيء، مع مرور الايام مع مرور العمر صار عندي شيء معين، قد يكون مرض تمام، هذا الشيء خلى يصير في عندي الستينوسس. ستينوسس يعني جزء من الاسوفيغاس صار فيه ثيكنينج، تحديدا طبقه السب ميوكوزا واتروفي لمين؟ لطبقه الماسكولارس البروبيا. طب شو اللي بدي يخلي هاي الطبقه من الاسوفيغاس يصير فيها ثيكنس تمام؟ ممكن كان في عندك كرونيك جيرد. شو هو الجيرد؟ الجاسترو اسفيجال ريفلكس. هلا مثلا تخيلوا احماض المعده كلها تطلع الي على المريء، انا عندي ارتجاع مريئي، طبعا المريء ما راح يستحمل الحمض اللي جاي من المعده تمام، فراح يتاثر. ممكن الراديشن اللي هو ايش؟ التعرض للاشعاعات. ممكن كوزيتك ايجنتس، ممكن حدا مثلا تسمم في كلور تمام، بلع ماده مثلا حارقه للمريء، كل هاي الشغلات راح
تعمل إلي التهاب بالمريء inflammation scarring، في النهاية راح تردي إيش لا thickening لتلك المنطقة، فبطلع عندي زي جزء من الأسفقس صار فيه إيش نروين. طب شو بيجيني؟ تخيلوا في أنا لقمة بدي أبلعها، هي هاللقمة نزلت بدها تروح إلى المعدة ما بتوصل للمعدة، بصير في عندي dysphagia، صعوبة إيش في البلع، تمام؟ بتبلش إلي مع السلك، بعدين تتحول للبروبلمز بتاعت الديسفيجيا مع الليكويد ماتيريال. فمن الأشياء اللي ممكن مثلا يسألك عنها، مثلا يعمل ميكس يحكي لك والله من الكومبليكيشن بتاعت الستينوسيس أسبيريشن وسفوكيشن ونيومونيا، أكيد غلط. هذول الكومبليكيشنز تبعون مين حكينا؟ تبعون الأتريجيا. ممكن يحكي لك والله إحنا الستينوسيس ديفينيتيف تريتمنت إله سيرجري، اكيد غلط. الديفينيت تريتمنت سيرجري لمين كان؟ للاتريج، لان انا محتاج اني اوصل الاسفجس في بعض، تمام. هذا بالنسبه للميكانيكال اوبستراكشن. هلا بالنسبه للفانكشنال اوبستراكشن، تمام، نجي الان للفانكشنال اوبستراكشن، تمام. الفانكشنال اوبستراكشن بدنا نحكي عن الاكاليزيا. الاكاليزيا بصير في عندنا اتريات، اتريات من انكمبليت لور اسفيجيال سفنكتر ريلاكسيشن، increase the lower esophageal sphincter tone والاسفيجيال A peristalsis. هلا احنا عشان اللقمة تنزل من المريء لتوصل للمعدة، هذا الاسفيجس بيعمل إلي حركات معينة اللي هي حركات البيريستالسيس عشان يوصلها إلي للمريء. لما توصل اللقمة لهون بيكون في عنا هون الحارس، إذا بتتذكروا اللي هو هذا الحارس شو اسمه؟ اللور اسفيجيال سفنكتر. شو مسؤول هذا الحارس؟ إنه يفتح الباب، هاي open the door، تمام؟ بيحكي لمين؟ لا اللقمة تفضلي انزلي لي على المعدة، وبسكر الباب وراها، تمام. اللي بصير عنا بحالات، هذا بالنورمال، اللي بصير عنا بحالات الأكاليزيا انه هذا الباب تمام ما بيفتح لي، تمام، الدور ما بيفتح، تمام. الشغل الثاني مش بس كمان ما بيفتح، انه بيزود الحراسة، فالتون تاعه بيكون عم بيزيد. والشغل الثالث انه حركة المريء من هون اللي هي البيريستاسيس موفمنت ما بتكون موجودة، فبالتالي ما في عندي اي اشي بيخلي لي اللقمة تدخل إلي لمين؟ للمعدة، لأنه الباب مشدد الحراس اللي هو مين؟ اللور اسفيجيال سفنكتر تون. والشغلة الثانية incomplete relaxation، يعني برفض إنه يرتخي مشان تفتح لي هاي البوابة. والشغلة الثالثة أصلاً حتى المريء نفسه مش بيساعدني، حركة البيريستالسيس بطلت إلي موجودة، فعندي A شايفينها؟ A peristalsis movement of the esophagus. هاي هي الأكاليزة. فالتريات هذا كثير مهم، تمام؟ يعني ممكن يسألك مثلاً أي سفنكتر إحنا بنحكي عنها؟ بنحكي عن اللور اسفيجيال سفنكتر، تمام؟ وممكن نسألك إيش؟ إنه التريات نفسه مثلاً all of the following is correct about the achalasia except one، وهكذا. فبالتالي الواحد لما تصير معه difficult بالسوالوينج regurgitation، ممكن يصير عنده chest pain ليه؟ يعني زي نفس أعراض الجيرد، تمام؟ يصير عندنا chest pain. طيب هلأ أنا شو في عندنا أنواع من الأكاليزيا؟ عندي 3 types، عندي primary، secondary والأكاليزيا like disease. primary أكاليزيا اللي هي بتكون بدون سبب idiopathic وهي الموست كومن. شو أهم شغل أعرف؟ إنها هي الموست كومن. السكندري أكاليزيا بتكون defect بالنيورال innervation، يعني بتكون مشكلة عندنا إيش؟ بالأعصاب، تمام؟ لهيك بتصير يعني due to a cause، يعني لهيك سميناها secondary، بعكس primary كانت idiopathic. من الأمراض اللي بتسبب عندي secondary أكاليزيا اللي هي Chagas disease. هذا Chagas disease بيكون due to الكروزي infection، بصير في عنا destruction للمينتيريك بليكسس اللي هم هدول الأعصاب، فبيؤدي إلي إنه الحارس تاع اللي هو اللور اسفيجيال سفنكتر fail to relax، وهيصير في عنا اسفيجيال dilatation. هذا هو Chagas disease. الأكاليزيا لايك ديزيز، شوفي عندي أمراض أخرى ممكن تعمل إلي أكاليزيا، الديابيتيك أوتونوميك نيوروباثي، السركيدوسيس، الأميلايدوسيس، المالجنسي، الدورسال موتور نيوكلياي ليجن، وهذا شفت عليه سؤال في روبن. ممكن يحكي لك سيناريو طويل عريض، تمام، وبالآخر يحكي لك إنه هذا المريض أو هاي المريضة كانت مشخصة بوحدة من هاي الأمراض، كان عندها مالجنسي، سركيدوسيس، أميلايدوسيس، أمراض عصبية، تمام، مباشرة يخطر على بالك إيش؟ الأكاليزيا، تمام. هلا في إشي كمان تعرفوه، إنه هيك بيكون شكله، بصير في عندي dilatation بالإسفيجس، تمام، وإنه أنا لما أجي أحطها بصورة إشعاعية، تمام، بلاقي زي البيرد بيك، زي إيش؟ مقار العصفور هاي المنطقة، لأنه كل المنطقة هاي اللي فوق تمام منتفخة، وهي هون البوابة تاعتي مش راضي إلي شو تفتح. هلا عشان أنا أفك هذا الشيء بستخدم إيش؟ بالون، تمام، هذا البالون بنفخه هون عشان يفك لي هذا الأكاليزيا، كل لي إنه الباب يقدر يفتح، تمام، اللي عند اللور اسفيجيال سفنكتر عشان ينزل الأكل للمعدة. فأهم شغلة نعرفها التريات، أوكي، كثير مهم، تمام، اعرفوا إنه اسمه بيرد سبيك، ممكن يجيب لك سيناريو يحكي لك شو بتشوف،
تمام، وانه الامراض اللي ممكن تؤدي للاكاليزيا هي الامراض العصبيه. اوكي تمام، هلا رح ناخذ عن الفاسكولار ديزيزز اوف اسفجس. تمام، بالنسبه للفاسكولار ديزيز اول واحد فيهم اللي هو الاسفيجيال فاريسز. تمام، شو يعني اسفيجيال فاريسز؟ يعني في عندي دايليتيشن اوف ذا فينز، تمام، خلال وين في طبقه السب ميوكوزا اوف ذا ديستال اسفيجاس اند بروكسيمال استومك. اوكي، ما اتوقع يسالكم عن الاسفيجيال فاريسز لانها جزء من محاضره الليفر سيروسس. تمام، بدنا نعرف انه اهم سبب لها اللي هو ايش؟ البورتال هايبرتنشن. والبورتال هايبرتنشن متى بيرتفع الضغط بالبورتال ترياد؟ تمام، لما يصير فينا سيروسس والالكوهوليك ليفر ديزيز والهيباتيك شيستوزوما. تمام، كلينيكال فيتشر اسمبتوماتيك، وين بتصير المصيبة؟ اذا ربتشر، اذا ربتشر هذا الفاريسس اللي هو اصلا بصير في عندي فيسل صار له ايش؟ دايليتيشن، توسع هذا الفيسل. اذا ربتشر بصير في عندنا ماسف هيماتاميسيس. تمام، اند ممكن اذا سالك يحكي لك هذا المريض اجانا بماسف هيماتاميسيس، يعني بيستفرغ دم بكميات كبيرة، بيحكي لك انه والله عبى الارض دم، فهذا بتخيل انه عنده اسفيجيال فاريسس. شو مشكلته؟ ليه ممكن يموت؟ ممكن يموت من الهيمورج من كثرة النزيف، يصير عنده هيباتيك كوما. تمام، وشوك، هايبوفوليميك شوك، لانه فقد كمية سوائل كثيرة، فوليوم السوائل الدم اللي عنده قل. كيف بدي اشخصه؟ عن طريق الاندوسكوبي او الانجيوغرافي. طبعا هاي عبارة عن لايف ثريتنينج كونديشن، لازمها تدخل جراحي سريعا عشان اعالج هذا البلود فيسلز اللي عم بنزف. الشغله الثانيه من الفاسكولار ديزيز اللي هي المالوري وايس، مالوري وايس تيرز، وهي موجود عنها سؤال في روبنز. اوكي، شو هاي المالوري وايس تير؟ يعني واحد مثلا بشرب كحول، تمام، والكحول بحفز ان الواحد تفومت. تمام، واحد عنده مثلا سي او بي دي كثير بقحكه، فاي في عندي سيفير ريتشينج او برولونجد فوميتنج يعني كثير بقح، ممكن يصير عنده ايش؟ هذا المالوري وايس تير، يعني يطلع مثلا شويه دم مع الاستفراغ او شويه دم مع القح. اوكي، هذا معنى المالوري وايس تير. طب كيف انا بشوفه؟ هاي هذول الاشياء اللي هون كثير مهمين، بيكون عباره عن لينير لاسيريشن لونجيتودينالي اورينتد. طلعوا هاي لينير شكلهم شكل خط، ولونجيتودينال كروس ذا جاسترو اسفيجيال جنكشن، يعني ما بين الجنكشن ما بين الاستومك وما بين الاسفيجس، فهو ايش هون؟ تمام، superficial it is not deep و healing quickly no surgical intervention. هون انا ما بحتاج جراحة، قلت لكم الان ب الفريسس هي عبارة توب emergency مباشرة بدخل عمليات، هاي عادي ما بتحتاج جراحة ولا شيء، بس عالج الunderlying cause. تمام، ليه هو بقحكة؟ فاذا جاب لك مثلا والله اجاني مريض بلا 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 ولما فحصته كانوا عبارة عن linear laceration longitudinally oriented واعطاك هذا الديسكريبشن، تمام، وحكى لك انه المريض كان بقحكه، بحكي لك كلمه فوميتنج، تمام، سي جي ريتشنج، بتذكر شو المالوري وايس تير. تمام، اذر كوز اوف اشياء بتاثر الي على الاسفيجاس، الكيميكال اسفيجايتس، انه اي شيء بياثر على الميوكوزا، اي اريتنت، الكحول، اسيدز الى اخره. كلينيكال سيمتومز اند مورفولوجي عادي، انه الستريشن ممكن يصير يحس في بين ادونوفيجيا، يعني بين ديورينج سوالوينج ستريكتشر. تمام، يصير في عنا هيموريج، ليه؟ لأنه ممكن نتيجة للالتهاب يصير في عنا نزيف، مش كثير مهم. تمام، هذا الكيميكال اسفيجايتس. تمام، هلا هذا الانفكتشوس اسفيجايتس اللي هو يعني التهاب بالمريء نتيجة لانفكشن، هذا مهم بتوقع أكثر لللاب، بس خلينا نحكي عنه سريعا. في عندي 3 انفكشن ممكن يأثروا على الاسفيجس اللي هم الكانديدياسيس، الهيربس فيروس، والسيتوميجالو فيروس. هلا الكانديدياسيس بيجي زي هيك كأنه طبقة بيضاء، تمام، موجودة وين؟ على الاسفيجس، بتكون ادهيرنت يعني ملزقة. تمام، اوكي، الهيربس فيروس بتكون كأنها بانشت اوت ألسر، لما بدي اشوفها تحت الميكروسكوب بلاقي في عندي نيوكليير فيرال انكلوجن ومالتي نيوكليتد ابيثيليال سيل. هذول الانكلوجن لما شرحت لكم حكى لكم بالريكورد انهم اسمهم كاودري بوديز. اما السيتوميجالو فيروس بلاقي ايش؟ مش بس النيوكليير، بلاقي النيوكليير وسيتوبلازميك انكلوجن. تمام، هاي شايفين هذول النيوكليير والسيتوبلازميك انكلوجن، هاي يعني معلوماتهم بسيطه ما بتخربط. تمام، عامل ريفلكس اند ايزينوفيليك اسفيجايتس، هذا كثير مهم. اوكي، لانه فيه مجال للاسئله وفيه مجال للمقارنه. تمام، الفرق بين الريفلكس والايزينوفيليك اسفيجايتس، ريفلكس من اسمه يعني في عندي ارتجاع، يعني مكونات المعده الجاستريك كونتنت، تمام، بيطلعوا لي وين؟ على الاسفيجس، يعني ما هي المعده هيك مثلا، هي المريء مثلا، هاي المعدة، تمام، المكونات اللي هون جدا حامضية،
المعدة بتقدر تتحملها تمام، لأنه في الهيستولوجي تاعها بيقدر يتأقلم مع هذا الحمض، ولكن إذا طلعت إلي فوق تمام على المريء، المريء ما بيقدر يتحملها فبصير فيه التهاب بنسميه إيش؟ الريفلكس أوسفيجايتس. شو سبب؟ إنه السكويموس إبيثيليوم الموجود بالمريء هو سنسيتيف للأسيد، حساس للحمض. ممكن يصير بالأشخاص اللي أعمارهم فوق 40 سنة، ممكن يصير بالإنفانس والتشيلدرن. الأعراض بتاعته كتير سهلة، إنه بيعمل حرقة، ديسفيجيا، صب في البلع إلى آخره. لازم أعرف إيش الكومبليكيشن، إنه نتيجة لهذا الارتجاع المريئي ممكن يصير في عنا ألسريشن، هيماتميسيس، استريكتشر. وأهم نقطة فيهم تمام اللي هي البريت أوسفيجس، إنه الريفلكس أوسفيجايتس ممكن يؤدي للبريت أوسفيجس، والبريت أوسفيجس هو بريكيرسر لمين؟ للأدينوكارسينوما أوف ايش؟ اوف السوفيكس. تمام، هاي اهم معلومه عن الرفلكس. للان الشغله الثانيه لما اشوفها تحت الميكروسكوب، لما اشوفها اندوسكوبي، اندوسكوب بلاقي بس شويه حمار هايبرينيا تمام، راح تشوفها صور باللاب. بالميكروسكوبك بشوف ايزينوفيليك انفلتريشن بس كميته عادي معقوله. التريتمنت بعالجها بالبروتون بومب انهبيتور تمام، زي الامبرازول وغيره. اوكي، بينما الايزينوفيليك اسفوجايتس هي عباره عن اميون ميديت ديس اوردر، هون كانت هاي ريفلكس للجاستريك كونتاكت. هاي الشغله. الشغله الثانيه، الايزينوفيليك اسفوجايتس بتيجي مع الناس اللي عندهم الاتوبي. شو هم الاتوبي اذا بتتذكروا؟ هم الناس اللي بيكون عندهم الاتوبيك ديرماتايتس، الاليرجيك راينايتس، الازمه تمام. فاذا حكى لك مريض عنده اتوبي، شو نوع المرض الاسفوجايتس بتتوقع تشوفه؟ هو مين؟ الايزينوفيليك اسفوجايتس. ممكن ما يحكي لك كلمه اتوبي، يحكي لك عنده ازمه، او يحكي لك عنده اليرجيك راينايتس، او يحكي لك عنده ايش؟ اتوبيك ديرماتايتس. السيمتومز برضو عادي، سيمتومز لارتجاع تمام، بيكون في عندنا ديسفيجيا بالادلت، اما فيدنج انتوليرانس او الجيرد لايك سيمتومز. اوكي، مش مهمين كثير الاعراض. كيف بشوفه تحت الاندوسكوبي رينجز؟ يعني لما اشوفه بالمنظار تمام، بلاقي المريء زي حلقات التريكي عباره عن ايش؟ رينجز. هاي الشغله. الشغله الثانيه انه كميه الايزينوفيلز بتكون نيومرس كثير، بيكون في عندي ايزينوفيل كثير اعلى من الكميه الموجوده وين؟ بالريفلكس اوسفجايتس. هون الكميه تقريبا قليله، هون الكميه جدا عاليه. الفرق الاضافي هو التريتمنت، هذول الناس ما بيستجيبوا على البي بي اي، ريفراكتوري للبي بي اي للبروتون بومب انهبيتور. كيف طيب بدي اعالجهم تمام؟ ممكن انه ايش؟ اعمل دايتري ريستريكشنز لبعض الاشياء اللي ممكن تعمل عندي حساسيه كذا، زي الكاو ميلك، الصويا برودكتس، او اعطيه الكورتيكوستيرويد تمام. هو في النهايه راح يكون اقوى شيء. اوكي، فهذا الفروقات الاساسيه بيناتهم، كثير مهم نعرفهم تمام. اذا نعرف انه هاي سببها الريفلكس، من اسمها ريفلكس، هاي سببها الايزينوفيليك اميون ديس اوردر. هذول هاي الايزينوفيليك بتكون اسوشيتد مع الناس اللي عندهم اتوبي، اللي هم هذول الثلاث ديزيزز تمام. هلا بالاندوسكوبي هون بتكون زي شكلها الرينجز، هون سيمبل ايش؟ هايبريميا، شوي ريدنس. الايزينوفيليك بتكون كميتها قليله، هون بتكون كثير عاليه، لانه من اسمها ايزينوفيليك اسفوجايتس. هذول الريفلكس بيستجيبوا للبروتون بامب انهبيتور، هاي معلومه كثير مهمه، بيستجيبوا للبي بي اي، بينما جماعه الايزينوفيليك ما بيستجيبوا له تمام. البريت اسفيجاس اوكي، ومن الاشياء البريت اسفيجاس مين اللي كان عندنا ممكن يؤدي لها الريفلكس؟ ممكن يؤدي للبريت اسفيجاس. هي it's a complication of chronic GERD direct precursor للإسفجيال أدينو كارسينوما. هلا لما أشوفه تحت الميكروسكوب راح تشوفه، تحت بالإندوسكوبي راح أشوفه زي ريد تونكس، راح تشوفوا له صور بالمحاضرة. سنس إنه هو أدينو كارسينوما، قصدي بريكيرسور للأدينو كارسينوما، كيف بدي أشوف أنا البريت؟ بكون في عنا جاستريك أور انتستينال متبلاجي، هاي الجملة مهمة، هيكون في عنا جوبلت سيلز، ممكن يكون في عنا ديسبلاجي إما لو جريد أور هاي جريد. هلا كيف بدي أعالجه؟ مبدئيا اذا كان في عندي ما في عندي ديسبلاجيا، او كان في عندي لو جريد ديسبلاجيا، بعمل له ايش؟ سكرينينج تمام بكل سنه. اذا كان في عنده هاي جريد ديسبلاجيا تمام، لازم اعمل له انترفينشن، لانه على الاكيد هيتحول الي لادينو كارسينوما. شو اهم المعلومات اللي اعرفها عن البريت اسفيجاس؟ انه از ا كومبليكيشن اوف جيرد دايركت بريكورسر للاسفيجال ادينو كارسينوما. شو بشوف؟ جاستريك اور انتستينال ميتابليجيا، تحت الاندوسكوبي عباره عن ريد تانكس شكلهم تمام. يعني صورة بالسلايد راح تشوفوها بالاندوسكوبي بتكون زي شكلها زي الريد تونكس. هلا الاسفيجيال تيومر، في عندنا الادينو كارسينوما والسكويموس كومون سيل كارسينوما. هلا السكويموس سيل كارسينوما هو الموست كومون تمام. اذا مين الاشياء يصير بالاسفيجاس؟ هذا ولا الادينو؟ لا، السكويموس سيل كارسينوما بصير بالميل اكثر. الريسك فاكتورز بشكل عام الكحول، توباكو، الكوزتيك ايجنت، اكاليزي اند سو اون. الادينو كارسينوما الريسك فاكتورز تبعونهم اللي هم ايش؟ البرت اوكي واللونج ستاندنج جيرد.
هو في أشياء غيرهم، بس أهم واحدة فيهم إنه تعرف إنه as a risk factor هو البريت أسفيكس، تمام؟ فالباثوجينيسيس هي شو؟ بتكون عندنا بريت، بصير عندنا ديسبليجيا، ديسبليجيا هاي جريد، بتعطيني الأدينو كارسينوما. شو الميوتيشنز اللي ممكن تشوفها بالأدينو كارسينوما؟ هي تي بي 53 ميوتيشن، تمام؟ هاي نوع الميوتيشن اللي ممكن تشوفوها بهذا الأدينو كارسينوما. هيك احنا بنكون خلصنا المحاضرة الأولى للدكتور عمر، ننتقل الآن للمحاضرة الثانية. أنا عارف إنه هاي أطول محاضرة، الباقي راح نمر عليه بطريقة أسرع. المحاضرة الثانية من محاضرة الدكتور عمر كثير أقصر وأسهل، اللي حكينا فيها عن الجاستروباثي والإيش الأكيوت جاسترايتس، تمام؟ أول شغلة بدنا نحكي عن الجاستروباثي شو يعني؟ بصير فيه ريجنريشن، ما في عندنا انفلاميشن، هاي اهم شغله انك تفرقوا بين الجاستروباثي والجاسترايتس، انه هنا ما عندي التهاب، ما عندي انفلاميشن. الترياد اللي بتكون منه هذا ممكن يسالكم فيه، تمام؟ يحكي لك all the following considered a triad or a feature of gastropathy except، بدك تعرف شو بتضمن. بصير في عندنا الفوفيولار هايبربليجيا، سموث ماسلز هايبربليجيا، وبكون في عندنا نو اكيوت اند كرونيك انفلاماتوري سيلز. هاي اهم نقطه، ليه؟ لان البدايه لما حكيت لكم ما عندي انفلاميشن، بالتالي بلاقي انفلاماتوري سيل لا نو no. تمام. هلا اذا كان عندنا اكيوت ممكن تلاقي انه اديما، فازودايليشن، كونجستن اوف كابيلري اند سو اون. اهم شغله ما عندي انفلاميشن، اوكي، بالجاستروباثي. نيجي نشوف هلا الاكيوت جاسترايتس والكرونيك جاسترايتس. بالنسبه للاكيوت جاسترايتس بصير في عندي ايروجن، اوكي، لجزء من المعده. المعده تمام لما تتعرض لشيء معين، هذا الشيء قد يكون مثلا حرق تعرض له الشخص، قد يكون مثلا أدوية معينة، قد تكون تروما، مرض معين صار فيه، ممكن يصير في عندنا إيش؟ التهاب إيش؟ في جدار المعدة، تمام؟ هذا الالتهاب بيكون أكيوت. الأكيوت من أنواع الالتهابات اللي بتصير بجدار المعدة بتكون أكيوت، أو من أنواع الألسرز اللي بتصير بجدار المعدة بتكون أكيوت، هم 3، يا إما ستريس، يا إما كيرلينج، يا إما كاشنج، هذول مهمين. الستريس ألسر بتصير بالمرضى اللي عندهم شوك، سيبسيس أو سيفير تروما. ممكن يحكي لك مثلا مريض اجى على الطوارئ due to shock or due to sepsis or due to severe trauma، تمام، وبعد فترة صار يشكي إلا من معدته، شو بتتوقع نوع الألسر الموجود بمعدته؟ بتجاوب إنه stress ulcer. الكيرلينج ألسر كثير مهم تعرفوا إنها associated with burn. نفس الشيء بيجيك بحكي لك مريض صار عنده حروق من الدرجة الرابعة fourth degree burn، وجاني على المستشفى ودخل بالمستشفى بالآي سي يو مثلا، وبعد فترة صار يشكي إلا من معدته، شو بتتوقع نوع الألسر اللي عنده؟ كيرلينج ألسر، تمام؟ أما الكاشنج ألسر آخر واحدة بتصير مع الناس اللي عندهم الانتروكرينيال ديزيز. لهيك يا جماعة مرضى الحروق، مرضى الآي سي يو، مرضى التروما، مرضى الشوك، مرضى السبسس اللي بيدخلوا على المستشفى بنخاف يصير عندهم هاي الأنواع من الألسر في معدتهم، نعطيهم بي بي آي أول ما يدخلوا المستشفى عشان نتفادى هذا الكومبليكيشن. السيمبتومز تمام، نوزيا، فوميتينج، ممكن يصير عندنا ميلينا، كافي جراوند، هيماتيميسيس، بيرفوريشن ممكن اذا الالسر ظلت موجوده. اهم نقطه اللي هي ايش هلا حكيتها لكم، ويشد بروفيلاكسيس اف وذ بروتون بومب انهيبيتور. فمثلا ممكن يسالك بطريقه اخرى، ماشي مريض عنده حروق ودخل على الاي سي يو، شو بتنصحنا نعطيه عشان نتفادى الالسر؟ ممكن تحكي ننصحه نعطيه بروتين بومب انهيبيتور، او ممكن يسالك شو نوع الالسر، بتحكي كيرلينج ألسر، تمام؟ هلا جروسكي شو بنشوف؟ بتكون الألسر يعني less than 1 سنتيمتر دايمتر، رح نشوفها احنا باللاب على كلن. هايبريميا، شالو تو ديب، تمام؟ برضه هنشوف كل هاي الأمور باللاب. تحت الميكروسكوب نفس الشيء، بلاقي في عندي شوية inflammatory cells، إديما، vascular condition and so on. أهم شغلة للمعلومات النظرية اللي هي الجزئية الأولى هنا، وإنه بروفيلاكسيس مع الـ PPR. بالكرونيك جاسترايتس أسبابه قد تكون الـ H. pylori infection او الاوتو اميون ديزيز، يعني لاما ديو تو الجرثومه او لما سبب مناعي. نبلش بالاتش بايلوري، بدنا نعرف اول شغل انها الموست كومن. اذا حكيت لك شو اهم سبب من اسباب الكرونيك جاسترايتس على راس القائمه عند الاتش بايلوري. الشغل الثاني هي السايت، بتحب هاي الاتش بايلوري تبلش الي وين؟ بالانترم، تمام؟ الانترم اللي هو جزء من اجزاء المعده، جزء من اجزاء الاستومك، تمام؟ هلا هذا الانترم ليه بتحب تبلش فيه؟ لانه كميه الاسيد فيه قليله، فبتحاول تعمل لها بليس هناك، مكان هناك، وبعدين بتبلش تنتشر الي لباقي اجزاء الاستومك. فبالتالي اهم شغله تعرفها انه لما تبلش الاتش بايلوري شغلها بتبلش بالانترم. اذا صار عندي ميتابليجيا لما من كثره الانفلاميشن الموجود هناك، ممكن يصير عندنا increased risk للجاستريك كانسر. اذا most common بتحب تروح لوين؟ على الانترم اوف ذا استومك، تمام؟ هلا شو هم الكانسر فيهم ريسك انه يكونوا لي اياهم الاتش بايلوري انفكشن؟ اللي هي المالت لينفوما
والأدينوكارسينوما. المالت لينفوما due to lymphoid aggregate، أما الأدينوكارسينوما due to what intestinal metaplasia. لما أجي أعمل gastric biopsy بتتوقع تشوف الـ H. pylori وين؟ بالأنتروم. هلا شو ممكن تطلب لهذا المريض فحوصات؟ وأتوقع أخذتوهم بالمايكرو، مطلب لهم السيرولوجيكال تيست، تمام، فحوصات أخرى. بطلب له فحص البراز للجرثومة الحلزونية اللي هو الستول تيست، تمام. بطلب له اليوريا بريث تيست اللي هو فحص بنشوف اليوريا بالنفس، تمام. البكتيريا كلتشر، اوكي، بزرع هاي جزء من العينة، تمام. اخر شغله اللي هو البي سي ار تيست، تمام، لا البكتيريا دي ان اي. هدول الفحوصات كلهم بطلبهم بالاضافه لمين؟ للسيرولوجيكال تيست. شو هم السيرولوجيكال تيست؟ اللي هم الانتي اتش بايلوري انتي بادز، تمام، اللي هم الانتي بادز تبعون مين؟ الاتش بايلوري. هدول ممكن استفيد منهم عشان اتاكد انه المريض عنده اتش بايلوري انفكشن. العلاج اللي هو العلاج الثلاثي بي بي اي 2 انتي بايوتيك، تمام، بي بي اي زائد 2 انتي بايوتيك. هذا بالنسبة للإتش بايلوري. بينما بالأوتو أميون بتكون نسبته أقل، less than 10%. هون هذا شو كان most common، تمام. الشغلة الثانية إنه ما بيحب يروح إلي مش بالأنترم، بطلعوا spares لأنترم، أوكي، بالعادة بيحب يروحوا إلي إلى البودي، تمام، وللفندس، أوكي. فبالتالي بشكلوا لي أنتي بوديز هذا الأوتو أميون ديزيز أجنس البارايتال سيلز والإنترنسيك فاكتور. فنتيجة لأنه بتكون أجنس البارايتال سيل أجنس الانترنسك فاكتور. الانترنسك فاكتور أنا بحتاجه إيش؟ بالميتابوليزم تاع الفيتامين بي 12، فيصير في عندي الفيتامين بي 12 ديفيشنسي، ونتيجة لهذا الديفيشنسي بصير في عندي الميغالوبلاستيك أنيميا، نيورولوجيكال تشينج أند سو أون. لأنه بروح للبارايتال سيل، والبارايتال سيل مسؤول إنه يطلع عندي الـ HCL اللي هو حمض المعدة، فيصير في عندنا كأنه حمض المعدة كثير بقل، impaired gastric acid secretion، فيصير في عندنا A كلوروهايدرا، تمام. اخر شغله عشان انه بيحاولوا يزودوا اشياء اللي تاثر الا على البارايتال سيل، بيحكوا ما إلنا الا نروح وين؟ لل الانترم، نعمل فيه هايبر بليجيا، تمام، عشان تزيد كميه الجي سيلز الموجوده هناك. ولما تزيد كميه الجي سيلز الموجوده هناك بتزيد كميه الجاسترين اللي طالع منها. كل ما زاد عندي جاسترين بصير في عندي هايبر جاسترينيميا، فبياثر بشكل تلقائي على حمض المعده انه يزيد، اوكي. فهاي هون ملخص الكلام اللي انا حكيته لكم. شو بصير في عنا؟ اسيد ريدكشن لانه بياثر لي على البارايتال سيل، تمام، هيصير في عنا ديفيشنت بالانترنسك فاكتور، فيصير في عنا فيتامين بي 12 ديفيشنسي بيؤدي للميغالوبلاستيك انيميا، لنيورولوجيكال تشينج، تمام. ومن الاشياء عشان بنعوض هذا النقص اللي صار عنا بنروح بنأثر على الانترال سيلز، تمام، بصير في عنا فيها هايبر بليجيا وهايبر جاسترينيميا، تمام. تلخيص سريع الأشياء اللي بتصير، تمام، بالأوتو أميون ديزيز. عمين بيأثر إلي؟ هي رقم واحد بيأثر لي على البارايتال سيلز وعلى الانترنسك فاكتور. نتيجة لهذا الشيء بقل إلي الـ HCL A كلورو هايدرا، تمام، بقل إلي مين؟ الفيتامين بي 12، تمام، فينتج عندي البرنيشيس أنيميا والميغالوبلاستيك أنيميا والنيورولوجيكال تشينج. نتيجة برضو لهذا الشيء ثلاثة، تمام، بيأثر إلي وين؟ على التشيف سيل. لما يأثر إلي عليها هيقل عندي مين؟ البيبسونيجين. هاي رقم أربعة، أوكي. مين بروح بيحاول يعوض إلي كل هذا النقصان اللي بصير؟ بتروح مين؟ الأنترم، تمام، بتروح الأنترال جي سيل، بصير فيها هايبر بليجيا، هاي واحد، تمام. نتيجة للأنترال جي سيل بصير هايبر بليجيا، هيحدث عندي مين؟ إيش؟ هايبر جاسترينيميا، بزيد الجاسترين، هي رقم اثنين. فهذا اللي عم بحدث عندي بالأوتو أميون ديزيز. هلا ممكن يصير في عندي ريسك إنه يصير في عندي ديسبلاجيا، يصير في عندي مالجنسي، يصير في عندي ريسك إنه يصير في عندي كارسينوما أو إيش تيومرز إن جنرال ديوت الأوتو أميون ديزيز. فهاي أهم الفروقات ما بين الإتش بايلوري والأوتو أميون ديزيز. أتذكر هون هاي بتصير بالأنترام، هاي بتحب البادي والفندس. فهمتكم هلا الباثوفيسيولوجي سريع، يعني أنا تقريبا كأني برجع أعيد المحاضرة على سرعة مضروبة باثنين، تمام؟ أوكي، هاي الفروقات اللي موجودة عندكم بالجدول بالمحاضرة. إحنا تقريبا حكينا كلياتهم فوق، طلعوا هون هاي بالإتش بايلوري بتحب، هاي بتحب إلي وين؟ البودي، اوكي. بالنسبه للاسيد برودكشن ديكريز بالاوتو اميون لانه بياثر الي مين؟ على البارايتال سيلز. مين بيحاول يروح يعوض؟ الانترم جي سيل، بصير فيها هايبر بليجيا، فبصير في عندي هايبر جاسترينيميا. فاذا سالك عن الجاستري بيكون عندي ايش؟ انكريز. بينما هون الاسيد برودكشن والجاستري مش كثير عندي ايش بتاثروا. هلا اذا بدي افحص، يعني حكيت لكم انتي بوديز للاتش بايلوري بالاوتو اميون حسب يعني وين صار الافكت تاعها.
بالنسبة للـ association في الـ H. pylori ممكن يصير عندنا peptic ulcer disease, المالت, الليمفوما, الأدينو كارسينوما. هون بالـ autoimmune نتذكر مين؟ الأنيميا, تمام, الـ pernicious anemia, الميغالوبلاستيك أنيميا, وطبعا ما إنه autoimmune will be associated with other autoimmune disease. أوكي, أهم شغلة body and trum, هاي الـ HCL بقل, مين بروح يعوضها؟ الـ gastrin, hyper gastrinemia. أوكي, هيك بنكون احنا خلصنا المحاضرة الثانية للدكتور عمر. دكتور عمر عفوا, ننتقل للمحاضرة الثالثة الآن. ليش البيبتيك ألسر ديزيزز, تمام, معلومات فيها كثير سهلة. طبعا هاي المحاضرة الثالثة من محاضرات دكتور عمر. بيبتيك ألسر ديزيز, تمام, يعني يصير في عندي قرحة في المعدة. هاي القرحة قد تكون إما بالستومك جاستريك ألسر بالمعدة, أو تكون القرحة وين؟ بالدودنة, تمام. طبعا القرحه اللي بتكون بالدودنم هي المور كومون, لدرجه انه بالطب لما نحكي بيبتيك ألسر ديزيز كاني بحكي عن الدودنال ألسر. اوكي, هاي شغله. هلا شو الاسباب؟ اما الاتش بايلوري انفكشن اللي تعرفنا عليها بالتلخيص الماضي والان اس ايد, فكثير لازم تعرف اذا جاب لك مريض كثير بياخذ ان اس ايد, عنده ارثرايتس, افكر اما يكون صار عنده اكيوت جاسترايتس, التهاب في جدار المعده, او مثلا صار عنده ايش, بيبتيك ألسر ديزيز. اوكي, هاي مهمة كلمة ايش الـ NSA. كوفاكتورز معروفين, السموكينج إلى آخره. هذا الباثوجينيسيس ليه عم بصير هذا البيبتيك ألسر ديزيز؟ نتيجة للهايبر أسيديتي, يعني كمية الأسيد بتكون ايش؟ كثير عالية بالمعدة. ليه بصير هايبر أسيديتي؟ إما ديوت الـ H. pylori infection أو البارايتال سيل. البارايتال سيل اللي بتطلع إلي الـ HCL اللي هو حمض المعدة بصير فيها هايبر بليشيا, أو ديوتو فيجاس ايش؟ اكسسيف ريسبونس. الفيجاس نيرف اللي بيأثر إلي على البارايتال سيل عشان تطلع إلي الـ HCL بكون في إله ايش؟ اكسسيف ستيميوليشن. هاي هي الباثوجينيسيس. السبب الرابع والأخير اللي هو السندروم. هاي السندروم اسمها زولينجر إليسون سندروم. هاي السندروم اللي بصير فيها انه اللي بيزيد الجاسترين, تمام, الزولينجر إليسون بيزيد فيها الجاسترين, فبصير فيها هايبر جاسترينيميا. شو لازم اعرف عنها؟ لازم اعرف عنها انه قد تكون الالسر مالتيبل اكثر من وحدة, انه مش فقط بصير بالسمول انتستين اللي هم الدودنم او بالستومك, ممكن تلاقيه بايش, عفوا, باللارج انتستين, ممكن برضو تلاقيه بالسمول انتستين اللي هو وين؟ بالجوجنم. هاي معلومة مهمة. الشغلة الثالثة, سبب الهايبر جاسترينيميا, ليه الجاسترين يزيد بالمعدة؟ ممكن نتيجة التيومر, وهذا التيومر شو بسميه؟ الجاسترينوما, تمام. فلما اتذكر الزولينجر إليسون سيندروم اتذكر ثلاث كلمات, مالتيبل, ممكن اشوف في الجوجنم اسوشيتد وذ ايش؟ الجاسترينوما, لهيك بصير فيها الهايبر جاسترينيميا. تمام, تمام. كيف بيجينا المريض؟ دائما مرضى القرحة شو بيجونا؟ بيبي جاستريك بيرنينج بين, يعني براس المعدة, ممكن يكون عنده بين شوية, نوزي اند فوميتينج, واخر اشي اللي هي الايرون ديفيشنسي انيميا. نوع الانيميا اللي بتصير بهدول المرضى هي الايرون ديفيشنسي انيميا. كومبليكيشن انه هاي القرحة, تمام, تصير ديب, تصير فيها هيموريج نزيف, او تصير لها بيرفوريشن, يعني تفتح كامل جدار المعدة, تمام. التريتمنت بعالج السبب, يعني مثلا والله كان السبب الان اس ايد بخليه يوقف الان اس ايد, كان السبب سموكينج بزيده بخليه يوقف التدخين, كان سبب الاتش بايلوري بعالج الاتش بايلوري. كيف بعالج الاتش بايلوري؟ حكيناها الان اللي هو 2 انتي بايوتيك, تمام, مع واحد ايش, بي بي اي. اذا صار عندي كومبليكيشن زي نزيف او بيرفوريشن, وقتها بعمل ايش؟ السيرجري. قلنا انه في عندي نوعين من الالسر اللي هي الجاستريك ألسر والدودنال ألسر. اللي مشروح عنها بالمحاضرة هي الدودنال ألسر, وين موست كومن, تصير بالفيرست بارت, تمام. بالعادة الألم تاع هاي القرحة ريليفد وذ ميل, يعني الواحد لما يجي يوكل برتاح الألم منها. مور كومن هي الأكثر شيوعا هي الدودنال ألسر, وبناين يعني واحد اكتشفت عنده القرحة موجودة بالدودنم مش محتاجة أنا أخذ منها خزعة. ليه؟ لأنها دائما بناين ما تتحول لمالجنسي. بعكس الجاستريك ألسر اللي بتحب تصير بالأنترم, هايلي مالجنسي, يعني إذا واحد شفت القرحة عنده بالجاستريك بالستومك أنا لازم أخذ منه خزعة. شو يا لبنى لازم أعرف أهم الأشياء فيها؟ كلامها كثير واضح, يعني ما في داعي انه احكي لك احفظ هذا وانسى هذا. ممكن الدودنم ألسر انك تركز انها بالفيرست بارت, وانه البين بتحسن مع الاكل, لهيك الواحد لما يضل يوكل بروح الالم فوزنه ايش؟ بيزيد, تمام. هلا نجي للبوليبس والادينوما اوف ستومك. هلا الجاستريك بوليبس, تمام, هي عباره عن ماسس بروجكتنج اباف ذا ليفل اوف ادجسنت ميوكوزا, ماس عادي طالعه من الاستومك. شو سببها؟ ابيثيليال اور سترومال سيل هايبر ابليجيا, قد يكون انفلاميشن, نيوبليجيا, اكتوبيا, ولكن في العادي بيكون عادي سيل صاير لهم هايبر ابليجيا. الموست كومن 75% اللي هم الانفلاماتوري والهايبر بلاستيك بولبس, راح ناخذهم بمحاضر الدكتور سورا, وارايز ان باك جراوند اوف كرونيك جاسترايتس.
الجاستريك ادينوما. تمام، بدنا نعرف انه 10% من البوليبس تتحول الي لجاستريك ادينوما، بتكون على خلفيه الكرونيك جاسترايتس. لما احكي كلمه ادينوما بحكي جنبها كلمه شو؟ ديسبليجيا. تمام، هاي الكلمه مهمه، لازم لما احكي ادينوما يكون في عندي ديسبليجيا، فيها ريسك انها تتحول هاي الديسبليجيا للادينوكارسينوما في حال كانت الادينوما اكثر من 2 سنتيمتر. تمام، فاهم شغله انه لما احكي ادينوما في عندي شو؟ ديسبليجيا. نحكي عن other types of tumor، في عندنا الليمفوما. تمام، هلأ الستومك is most common site for extranodal lymphoma، 5% من all gastric malignancy، حكي الأرقام مش مطالبين فيها. أنواع الليمفوما هو المالتوما واللارج بيسل ليمفوما. النيورو اندوكرين كارسينويد تيومر. تمام، هون يعني أنا الأشياء المهم بحكي لكم ركزوا الآن معي، هي عبارة عن tumor arising from neuro endocrine differentiated gastrointestinal epithelium، يعني من الجي سيل بس، اعرفوا هذا باللون الأخضر. 40% بصير منها بالسمول انتستين، نعرف اللي بالأحمر ليه؟ لأنها associated مع الاندوكرين سيل هايبربليجيا، مع الاتروفيك جاسترايتس، مع الزولينجر إليسون سيندروم. شو هي الزولينجر إليسون سيندروم؟ اللي حكينا بتكون associated مع مين؟ مع الجاسترينوما هايبر جاسترينيميا. والحكي هذا منطقي لأنه هلا لما حكينا عن النيورو اندوكرين تيومر ذكرنا مين؟ الجي سيل. slow growing، ولما يشوفوها تحت الميكروسكوب تعطيني منظر اسمه salt and pepper appearance. اخر اشي بدنا نحكي عن الكارسينويد سيندروم. الكارسينويد سيندروم بتصير due to vasoactive substance، ولما تصير عندي هاي السيندروم بتكون اسوشيت مع المتس. كيف بدي اعرف انها صارت؟ بيجيني المريض في فلاشنج، يعني بلاقي خدوده احمر، بلاقي عنده سويتنج، بشكي من تضيق في القصبات، برونكسباز، عندي كوليكي ابدومينال بين، عنده مغص، عنده دياريا، ممكن يصير عنده في المستقبل ايش؟ رايت سايدد كارديك فالفولار فايبروسيس. ولكن اذا حكى لك انه شخص اجاني بفلاشينج، سويتينج، هدول اهم الاشياء، برونكوسباز، بعرف انه صار عنده كارسينوم سيندروم. على ايش بتدلني؟ بتدلني انه صار في عندي صار عندي ايش؟ ميتاستاس. اوكي، هلا الجاستريك ادينوكارسينوما، هون هاي الاشياء المهمه اللي قبل حكي، يعني اللي هذا السلايد يعني مش كثير مهمه، ما اتوقع يسال عنه. هون ركزوا معي، اوكي، اللي هي ايش؟ جاستريك ادينوكارسينوما. 90% من الجاستريك كانسر بكونوا ايش؟ ادينوكارسينوما. This is the most common. طبعا الفكره فيها انه السيمبتومز بالبدايه، يعني بدايه ظهور الاعراض، بتكون بتشبه الى الجاسترايتس، بتشبه الى التهاب جدار المعده، فبالتالي الواحد ما بخاف، ما بروح يفحص، فبكون في عندي ليت دياجنوزس، ما بكتشف انه صار عنده هذا السرطان الا في مراحل متقدمه، فبالتالي انا لازم اعمل مراجعات دوريه سكرينينج عشان اقدر اكتشف وجود هذا السرطان مبكرا واقدر اعالجه. وقد يكون من نوعين، انتستينال تايب وديفيوز تايب. الفرق بين الانتستينال تايب والديفيوز تايب كثير مهم. تمام، ركز انه الانتستينال تايب اوف ادينوكارسينوما بكون قبليها في عند بريكيرسور ليجن، زي مثلا يكون عندنا ديسبليشيا او ادينوما. بالديفيوز تايب ما بكون في عند بريكيرسور ليجن، الديفيوز بحب الصغار بالعمر، هذا بيجي بالكبار بالعمر. ميل تو فيميل ريشيو نفس الشيء، هون بالميل اكثر. اهم شغله هي هاي النقطه الان، تمام، انه هنا ما عندي بريكيرسور ليجن، هنا في عندي بريكيرسور ليجن. هاي كثير مهم، حسب ما كان بيسالكم الدكتور في الام اس اس فهو بحب سواليف الميوتيشن والجينز. هذا ممكن قد يكون يحدث هذا التايب اما ديو تو فاميليال اور سبوريديك. اوكي، الفاميليال بحالات الانتستينال تايب بكون في عندي بيشنت وذ فاب اللي هو الفاميليا ادينوماتوس بريبوسس، هيكون في عندهم ميوتيشن بالاي بي سي جين. بينما بالديفيوز تايب الفاميليال الميوتيشن بالسي دي اتش 1 ويتش انكود الاي كادرين. اوكي، السبوريديك ميوتيشن اوف بيتا كاتنين والبي 53. بالسبوريديك بالديفيوز تايب برضه البيتا 53 موجود بالثنتين، وبرضه في عندنا اللوس اوف اي كادرينج فانكشن. فهاي الخانة من الجدول كثير مهم تعرفوها. هلا المورفولوجي مش كثير مهم بالنظري، ولكن اذا سالكم بالديفيوز تايب يعني كان من ضمن الخيارات، بيكون في عندنا الرينج سيلز واللينتس بلاستيك. الباورفول بروجنوستيك فاكتورز اللي هم يا ديفت اوف انفيجن، يا ما صار عندنا متس، تريتمنت سيرجري، كيموثيرابي او الانتي اتش اي ار 2 ثيرابي. اوكي، فمن هاي المحاضره نركز على هاي النقطه من الجدول كثير مهمه. تمام، اطلع شوي لفوق. يس، تقريبا هو الادينوكارسينوما اللي تحت هي بتوقع اهم شيء بالمحاضره، فهاي احفظوها. اوكي، تمام، نحكي الان عن المحاضره الرابعه. تمام، اللي هي المحاضره الاولى من محاضرات دكتوره سرى. بدنا نبلش ايش؟ بالسيجمويد دايفيرتيكولايتس. بتذكروا هاي الصوره من المحاضره عندنا عن الدايفيرتيكولار ديزيز، قلنا انه هذا هو الدايفيرتيكولم. تمام، زي كانه خزق او حفر، تمام، بشوفها من داخل الانتستين، من داخل الامعاء، ومن برا بكون هيك شكلها. تمام، زي الحبوب اللي جاي وين؟ على الامعاء. الدايفيرتيكولايتس، تمام، انه يصير التهاب في هاي
الدايفرتيكولوم. الدايفرتيكولوسس اللي هو يعني المرض نفسه، انه في عندي دايفرتيكولوم موجوده بالانتستين. احنا بدنا نشرح عن الدايفرتيكولايتس، انه كيف لما يصير في عندي فيها التهاب. هي عباره عن هاي الدايفرتيكولوم، تمام، acquired pseudo diverticular autopouching of colicky mucosa and sub mucosa. شرحنا بالمحاضره شو يعني true diverticulum pseudo diverticulum. pseudo diverticulum انها مغطيه بس بطبقتين من طبقات ال الجي اي تراكت، بعكس ترو دايفيرتيكولوم فسو اتس سودو، تمام، وبتكون اوت باوتشنج من الميوكوزا والصب ميوكوزا. ورسمت لكم بالمحاضره كيف الطبقات وكيف بتطلع لي منها. هلا الايتيولوجي تاعها، الناس اللي بتاخذ دايت ما فيه في كثير فايبر، الناس اللي بصير معها امساك كونستيبيشن، تمام، كل هاي الشغلات ترفع الي الانتراليمينال بريشر بالسجمويد كولون. يعني تخيل هاي بالامعاء البريشر فيها كثير مرتفع، تمام، لانه فيها اشي محشر مثلا زي كونستيبيشن، والكونستيبيشن سبب اللايف ستايل الدايت تاعه كثير سيء، تمام، فبالتالي بصير هدول الاوت باوتشنج يطلعوا الي من الانتستين، تمام. clinical feature asymptomatic، ممكن يصير عندنا abdominal pain. complication للdiverticulum، انه يصير فيها التهاب diverticulitis. structure or perforation، كيف اعالجها، تمام. هلا اذا صار في عندي diverticulitis بعطيه مضاد حيوي antibiotic، اذا صار عندي complication زي الstricture or perforation بعمل له جراحه، واحسن اللايف ستايل اعطيه دايت فيه كثير فايبرز، تمام، غني بالالياف. بالتالي عرفنا شو يعني diverticulum. هاي الdiverticulum سودو، يعني مش مغطي بكل طبقات الجي اي تراكت، بعكس الميكل دايفرتيكولوم سميناه ترو دايفرتيكولوم، فهاي المعلومة مهم نعرف انه سودو، تمام. اوت باوتشنج من مين؟ من الميوكوزا والصب ميوكوزا، وحطينا يعني عنها سلايد كامل شرحناه. الايتيولوجي لو فايبر دايت، بالتالي لما بدي اعالجه بعطيه هاي فايبر دايت، تمام. هلا المورفولوجي هذا اندر مايكروسكوب راح ناخذه ان شاء الله باللابس. اوكي، الانفلاماتوري باول ديزيز هم نوعين، الكرون ديزيز والالسرتيف كولايتس، تمام. نبلش بالالسرتيف كولايتس، من اسمه السر يعني في عندي السر، كولايتس يعني نحكي احنا عن الكولون، تمام، يعني في عندي انفولفمنت للقولون، تمام. اللوكيشن بالكولون انفلاميشن، نيفر انفولف السمول انتستين، ما بحب يروح للسمول انتستين اكسبت ان يكون في عندي بان كولايتس، تمام، يعني كل القولون بكل اجزاء السندنج ديسندنج ترانسفيرس كلهم انفولف، ممكن يرجع يجروح الي على الاليوم، فبنسميه هاي الباك ووش اليايتس. كونتينوس كولونيك ليجن يعني بيجي بيمشي على نفس واحد على كل القولون هذا الكولايتس. always في عندي ركتال انفولمنت، دايما ببلش من الركتم وبضل ماشي الي لفوق. اوكي، هلا الجروس مورفولوجي مش مهم الان لنا، مهمنا باللاب، انه بس بتكون عندي البولبس سودو بولبس ميورال ثيكنينج سيروزال سيرفيس ار نورمال، ما في عندي ستريكتشر. مايكروسكوبيك فايندينج، بلاقي في عندي انفلاميشن، تمام، مايكوزال اند سب ميوكوزال انفلاميشن، فهذول مهمين اللي هون، هذا مهم، تمام، للميوكوزا والسب ميوكوزا فقط، تمام، ما في عندي جرانيولوما، نو جرانيولوما. اوكي، هلا من الانتستينال مانيفستيشن اللي بتصير، ممكن يصير في عندنا الدايريا تكون بلدي يكون فيها دم. اوكي، اذر ثينكس اللي هو الابدومينال بين، تمام. من الشغلات الغريبه اللي ما لقوا لها تفسير العلماء، انه هاي الاعراض ممكن تريليف فود سموكينج، انه التدخين بيحسن من هاي الاعراض. اكسترا انتستينال مانيفستيشن، عندنا كثير شغلات مثل الانكلوزنج سبوندلايتس يوفيايتس، ولكن اهم واحدة فيهم نتذكر البرايمر سكليروزنج كولنجايتس. اكثر مكان بحب يروح له البرايمر سكليروزنج كولنجايتس تو اسوشييت وذ ات اللي هو الالسرتيف كولايتس. الكومبليكيشن عندنا ريسك للكولونيك ادينوكارسينوما والتوكسيك ميجا كولون. نشوف الكرون ديزيز كيف هيكون عكسه. هون الكرون اني بورشن اوف جي اي تراكت، اي مكان بالجي اي تراكت ممكن ياثر عليه، بعكس الالسرتيف كولايتس كان بيروح وين الي فقط على القولون. الشغله الثانيه ممكن يروح الي على الاليوم، تمام، ممكن يروح على الاليوسيكال فالف على السيكم، هاي الاماكن اللي بيحب يروح عليها، بعكس هنا حكينا بيحب القولون ومستحيل يروح على السمول انتستين الا بحاله واحده البانكولايتس يصير في عندنا الباك ووش اليايتس. هون في عندنا سكيب ليجن، شو يعني سكيب ليجن؟ يعني ممكن منطقه فيها ديزيز والمنطقه اللي بعدها نورمال، هاي المنطقة اللي بيناتهم تكون نورمال، بعكس الالسرتيف كولايتس كان كونتينوس كله انفولف. في عنا ريكتال سبيرنج نوت انفولف ذا ريكتم، هون الالسرتيف كولايتس اولويز انفولف الريكتم. الجروس مورفولوجي هون مهم، تمام، لانه في عندي اشياء مهمة حوله، في عندي الكابل ستون ابييرنس، الكريبينج فات، الفيشر والفيستولا، كلهم شرحناهم وإلهم صور بالمحاضرة. مايكروسكوبيك ترانسميورال انفولف اول لايرز اوف ذا جي اي تراكت، تمام، بعكس هنا حكينا ميوكوزا والصب ميوكوزا اونلي، في عندي جرانيولوما، بعد هنا ما كان في عندنا هون نون كازييتنج جرانيولوما، تمام، والكريبت ابسس والسيلمتفليج موجود بالشغلتين.
نر انت استنى المانيفستيشن عند الدايريه بتكون ماي بس نوت بلادي، هون كانت عندي بلادي تمام. ممكن يصير في عندنا مال ابزوربشن للفيتامين بي 12 باي سولت، وهي مهمه. ليه مهمه؟ لانه اصلا هو انفولف مين الاليوم تمام، فبياثر الي على الابزوربشن للفيتامين بي 12. فمال ابزوربشن للفيتامين بي 12 والبايل سولت دائما اتذكرها مع الكرون ديزيز. اكسترا انتستاينال مانيفستيشن تقريبا نفس الموجودين بالالسرتيف كولايتس، كومبليكيشن برضه الكولونيك ادينو كارسينوم تمام. فالفروقات واضحه تمام، يعني اي شغله ممكن تسالكم ايش عليها. شايفين يعني الخانه الاولى هون، والخانه هاي المايكروسكوبيك، هاي ترانسميورال، هاي بس طبقتين. هون في عندي جرانيولوما، هون ما في عندي جرانيولوما، هون بالالسرتيف الدائريه بتكون بلادي فيها دم، بحب البرايمر سكلروزين كولنجايتس، هون لا بصير في عندي مال ابزوربشن للفيتامين بي 12 والبايل سولت لانه انفولف للاليوم. هاي في عندنا سكيب ليجن ريكتال سبيرنج، هون لا كونتينوس بيجي ودائما انفولف لمين؟ للريكتا. اوكي هذا الجدول اللي حطيته لكم الدكتوره بالمحاضره، تقريبا احنا اغلبه ايش حكينا تمام. طلعوا مثلا هون هاي الالسرتيف كولايتس يبلش الي من وين؟ من عند الريكتم. سو اولويز انفولف مين عندنا؟ الريكتم. حكينا بتكون عباره عن سودو بولبس والسر تمام، هي اصلا مكتوب عندي بالجروس. هي في عندنا ايش وين؟ هي سودو بولبس تمام، وكونتينوس ما في عندي سكيب ليجن بيمشي. اذا وصل الي لهون، وصل الي لهاي المنطقه تمام، ممكن صار عندنا بان كولايتس ممكن تو انفولف الاليوم تمام، ويصير في عندي باك واش اليايتس. هاي الكرون ديزيز تمام. تخيلوا ترانسميورال كل الطبقات والبي انفولد من الكومبليكيشن هي الفشر والفستولا، طلعوا سكيب ليجن يعني هون انفولد، بعدين هون ايش نورمال، هون انفولد، بعدين هون نورمال، هون انفولد، هون نورمال، طلعوا هون السمول انتستين انفولد بعكس هون ما كانت انفولد تمام. اوكي اخر اشي الاسكيميك بول ديزيز تمام. الاسكيميك بول ديزيز ممكن يصير في عندنا ميوكوزال انفاركشن، ميورال انفاركشن، او ترانسميورال انفاركشن. الترانسميورال كل الطبقات، الميورال بس الميوكوزا والصب ميوكوزا تمام. هنا بالميوكوزا ما بروح لابعد من الماسكولاريز ايش ميوكوزا. الترانسميورال طبعا اخطر اشي لانه بيكون ديو تو اكيوت فاسكولار اوبستركشن تمام. هون لا بالميورال بتكون ايش هايبو برفيوجن، وبرضه هون برضه عندنا هايبو برفيوجن. الميوكوزا والميورال نوت بي فيتر اوكي تمام، بس مينما الترانسميورال لان انفولف بكل اللاير قد يكون فيتر، فمحتاج ايش تدخل سريع. ischemic bowel disease tends to be in older patients with coexisting cardiac or vascular disease. other causes the ischemic bowel disease اللي هم مين؟ viral infection, enterocolitis, radiation or necrotizing enterocolitis or angiodysplasia. أهم شيء بالمحاضرة هذا الجدول كثير مهم، أي نقطة فيه ممكن تسألوا عليها تمام؟ أوكي؟ يعني تقريبا غطينا أهم الأشياء اللي بالمحاضرة. تمام المحاضرة الثانية للدكتورة سراء هي كانت من المحاضرات الطويلة نوعا ما، بس بدنا نمشي عليها على أهم المعلومات اللي لازم نكون عارفينها. أول إشي بدنا نحكي عن الانتسسبشن تمام، هو مرض لما تسمع عنه بتذكر طفل تمام. هي أول شغلة، ممكن يصير بالأكبر ولكن بتذكر الأطفال أهم شغلة. الفكرة في الانتسسبشن إنه جزء من الانتستين بيدخل بجزء آخر، زي هيك هذا النورمال انتستين هيك شكله تمام، هيك النورمال هيومن، زي كأنه جزء عم بدخل فيها، هي كأن الانتستين صار فيها تلسكوبينج أو انفاجينيشن إن إيتش أذر. هذا المبدأ تاع الانتسسبشن، انفاجينيت أور تلسكوب إنتو أنذر سيجمنت. شو أسبابه؟ هلا بالناس الصغار اللي عمره أقل من سنتين ممكن يكون إيديوباثيك، أو ركزوا معي يصير في عندي باير باتش هايبر بليجيا. الباير باتش الموجودة بالانتستين يصير فيها هايبر بليجيا، هاي هي تكون النقطة اللي عندها هيك مثلا عندي هون هاي النقطة، هاي الليدنج بوينت اللي عندها الانتستين دخلت في بعضها. ليه ممكن تصير due to viral infection أو الروتا فيروس فاكسين تمام؟ فممكن تجيب لك سؤال طويل عريض تكتب فيه إنه هذا الطفل كان قبل فترة أخذ الروتا فيروس فاكسين، فتتنبأ إنه هاي عندنا صار عندنا انتسسبشن. ممكن يكون عنده الميكل دايفرتيكولم تمام، وهذا الميكل دايفرتيكولم مثلا هيك بيكون بروتروجن هاي الدايفرتيكولم من الانتستين، وتكون هي الليدنج بوينت اللي عندها دخلت الأمعاء في بعضها. بالناس الأكبر اللي مش أطفال ممكن تكون في عندنا ماس أور تيومر. سيمتومز عادي أبدو من البين سويلينج إلى آخره، ولكن أهم سيمتوم بهذا المرض بصير في عندي مين؟ الجيلي ستول. يعني بتحكي لك الأم فتحت حفوضته لقيت البراز الستول لونه أحمر زي الجيلي تمام. هاي أهم معلومة. سو جيلي ستول الأسباب مهمين، وكأنه انفاجينيت أور تلسكوبينج إن إيتش أذر. طب أنا كيف بدي أعالجه؟ يا يعني إما بعطيه باريوم إنما أو إير إنما، يعني بدخل مادة زي أو هواء أو مي تمام. هاي المادة لما أدخلها بحاول إنها تدفش
هذا الانفاجينيشن اللي صار، يعني هيك كأني بدخل مادي من فوق تنزل إلي الانتستين عن دخولها في بعض، إذا ما زبطت بستخدم إيش السيرجري. فهذا هو عندنا أول مرض. ننتقل للي بعده اللي هو الهشر برين ديزيز، هذا يكون جينيتال تمام، سببه بكون متعلق بالإنرفيشن تاع القولون، فأنا بسميه إيه جانجليونيك ميجا كولون، هيك اسمه إيه جانج تمام ميجا كولون. الباثوجينيس تاعته الفكرة فيها انه المايجريشن اوف نيورال كريستل من السيكم للريكتم بفشل، بالتالي ما بكون في عندي البلكسس النيرف البلكسس الموجوده بالكولون، فبالتالي البيرستالتيك موفمنت تاعت القولون حركه القولون ما بتكون موجوده عندي لفقدان هاي النيرفز، هاي الباثوجينيس تاعتها. الميوتاشن ما بتكون صايره من اسمها هشر برينك ديزيز، بتاثر الي على على القولون واللارج انتستين، اتذكر الريكتم هيك ريك ريكتم، فأتذكر من كلمة ريكتم ريت الميوتيشن بتصير بالريت ايش جين. البريزنتيشن بيجيني الطفل من عند ولادته من اول ما انولد الميوكونيوم اللي هو الفيرست ستول والباس من الطفل هذا ما بتطلع فيلير تو باس ميوكونيوم، او بكون عنده الاوبستركتيف جوندس. مورفولوجي بدك تعرف انه دائما الريكتم ويل بي اولويز انفولد زي مبدا الارثريتيف كولايتس اللي قرأناها قبل شوي، وانه لما اشوفها تمام بلاقي انه المنطقة اللي ما فيها جانجليون سيل او المنطقة اللي بسميها النورمال تمام بتكون كونتراكتد. اطلعوا الي هون هاي المنطقة مثلا هاي، طيب بدي ارسم عليها دائرة ما فيها جانجليون سيل، هي المنطقة المريضة بتبين عندي شمالها كونتراكتد تمام، يعني نورمال اور كونتراكتد معناه ما فيها جانجليون سيل اوكي، يعني صار الي كأنها هيك متضيقة تمام، بينما المنطقة اوكي اللي فيها جانجليون سيل تمام هاي النورمال تمام بتكون دايليتد تكون دايركت. شوفوا صورة ثانية تمام، طلعوا هون هاي المنطقة اللي عند الركتام ما فيها جانجليون سيل جاي كونتراكتد. طب ليه لما كونتراكتد انا مش فاهم، ما هو البريستالسيس موفمنت تبعتها فقدتها ما عندها نيرفز، كيف بدها تتوسع لك وتاخذ الستول اللي من فوق وبتضلها ايش منقبضة، بتكون كونتراكتد. اما المنطقة اللي فوقها مثلا هاي كانت المنطقة النورمال وفيها جانجليون سيل تمام بتكون عادي دايليتد، عادي بتستقبل كل الستول وكل شيء، ولانها مش قادرة هاي الستول تنزل على الركتة فكله بتجمع هون فبتصير ايش دايليتد ريجن. بالتالي هذا الكونسبت كثير مهم، المنطقة اللي ما فيها جانجليون بتكون ايش كونتراكتد، المنطقة النورمال اللي فيها جانجليون بتكون شمالها دايليتد اوكي. دايجنوز نحتاج بايوبسي ونشوفها تحت الميكروسكوب، كومبليكيشن بيريتونايتس بيرفوريشن ديستربنسز بالالكترولايت والفلويد والانتيروكولايتس. تريتمنت هذا كثير مهم، لما يجينا طفل عنده هشر برينك ديزيز انا محتاجة اعمل سيرجيكال ريسكشن فور اي جانجليونيك سيجمنت اند انستموسيس اوف نورمال سيجمنت، يعني انا لما يجيني هذا الطفل بشوف الاماكن اللي فيها جانجليون سيلز بروح بستأصلها بعمل لها ريسكشن ووصل باقي القولون في بعض تمام، فالتريتمنت هو سيرجيكال ريسكشن تمام. نجي الان على الموضوع الثالث بهاي المحاضره اللي هو كان عباره عن الهيمورويد. الهيمورويد هو عباره عن دايليتد بلاد فيسلز، اما يكون في عنا انترنال يعني جاي لجوا او يكون في عنا اكسترنال. من البريديسبوزنج فاكتورز ممكن يكون عنا ديو تو بريجننسي كونستيبيشن بورتال هايبرتنشن، وراح نشوف بالليفر سيروس انه كيف البورتال هايبرتنشن بيكون بيعمل الي من السيمتومز تبعونه اللي هو ايش الهيمورويد. كيف بيجينا المريض اما في بينلس بليدنج يعني بيقول انا والله دخلت على الحمام ولقيت على الفاين دم، او بيجي في عندي في بين اور ديسكومفورت اذا صار لهذا الهيمورويد ترومبوزس اور سترانجوليشن اور الستريشن. انيميا من الهيمورويد نادرا ما يصير. المهم بالهيمورويد نعرف هذا الجدول كثير مهم، انه في عندي 4 degrees للهيمورويد grade 1 2 3 4 grade 1 تمام ما بكون في عندي prolapse تمام بس prominent blood vessel هي موجود هنا. grade 2 تمام البرولابس بصير بس لما الشخص يعني يشد على حاله اوكي، هذا البرولابس بصير وspontaneous reduction برجع لحاله، يعني ما بحتاج الشخص يرجع لحاله برجع لحاله spontaneously reduction. هلا الجريد 3 في عندي يس برولابس ولكن الريدكشن لازم يكون مانيوال، يعني لازم مثلا يحط ايده ويرجع هذا الهيمورويد، او مثلا الجراح لما يشوفه يحط اصبعه ويرجع الهيمورويد للداخل. الجريد 4 هي اصعب جريد بكون في عندي برولابس ولكن ان ابيليتي تو مانيوال ريدوس، ما بقدر ترجع الى عن طريقه ولا عن طريق الجراح، لازمها ايش عمليه. فهذول الفورت جريد كثير مهمين، الاولى في عندي برولابس تمام اوكي، الاولى ما عندي برولابس عفوا الاولى ما عندنا برولابس، الثاني بيكون في عندي برولابس وريدوس سبونتينيوسلي، الثالث يس عندي برولابس ومانيول ريدوس، اما الفورث ديجري عندي برولابس وكانت بي ريدوس لا بنفسك ولا مع الجراح ولا سبونتينيوسلي، بدها شو جراح.
بالنسبة للدايريا ديزيز، الدايريا لو حكيت لك شو تعريفها، متى بتحكي انه هذا الانسان عنده اسهال، تمام؟ اذا الستول ما زادت والفريكونسي والفلويدتي تاعته مور ذان 200 جرام بير داي، يعني اكثر من 200 جرام بنزل منه هذا الفلويد. كلمة ديزنتري معناها البينفول بلادي سمول فوليوم دايريا، مؤلمه فيها دم. ستياتوريا، تمام، اللي هي معتبره الهول مارك اوف مال ابزوربشن، بينزل عندنا مع الستول زي كانه في كلفات، بلكي، بكون ريحته سيئه، بيجي يلو تو كلي كولورد ستول. في عندي 4 تايبس اوف دايريا. السكرتري لما يكون في عندنا ايزوتينيك ستول، المميز فيها انها بتضلها حتى مع الصيام، يعني صمت ولا ما صمت بتضلها هاي الدايريا موجوده. الاكسسيف دايريا بتكون due to inflammatory disease، يعني due to inflammation، وبرضه بتضل مع الصيام، يعني صمت ولا ما صمت واحد لانه الانفلاميشن لسه موجود. النوعين الثانيات اللي هم الاوزماتيك دايريا والمال ابزورفتيف دايريا، هذول ريليتد لايش؟ ان ابزورب، يعني ماده، تمام، ان ابزوربد. اوكي، هلا راح ناخذ عليها مثال اللاكتيز ديفيشنسي، بيضل في مواد بالانتست ما بصير لهم ابزوربشن، هذول المواد طبعا اخذتهم انا من الاكل، يعني من مواد فيها مثلا لاكتوز. اوكي، ونتيجه لهاي المواد اللي ظلت موجوده بالامعاء ما صار لها ابزوربشن بتصير تسحب المي لها، فانا بس بوقف اخذ هاي المواد، بطل اخذها، بصوم، تمام، بتتحسن عندي الوضع، بتروح الى الدايريا. فهذول الثنتين المال ابزوربتيف والاوزماتيك ريليفت وذ فاستنج، يعني لما تصوم بتحسنوا. اوكي، المانيفستيشن بدنا نعرف انه manifestation of malabsorption اكثر، بس اهم الاشياء اللي باللون الاحمر الانيميا، تمام، بتصير في عندنا ايرون ديفيشنسي انيميا او الفوليت انيميا او الفيتامين بي 12 ديفيشنسي. هذول مهمين انه الفيتامينز هذول لما يصير فيهم ديفيشنسي شو بيعطوني اعراض. فيتامين كي ديفيشنسي بيعطيني بليدنج، نزيف. فيتامين دي، تمام، لما يصير له ديفيشنسي بيعطيني اوستيوبين او تتني، بياثر الي على العظام، العظام. فيتامين اي وبي 12 ديفيشنسي بياثر الي ايش؟ على الاعصاب، فبيعطيني ايش؟ نيوروباثي. هون عندنا هذول الستيج اوف الابزوربشن، في عندنا الانتراليمينال دايجستشن، تيرمينال دايجستشن، ترانس ابيثيريال ترانسبورت والليمفاتيك ترانسبورت. في الامراض اللي بدنا نتعرف عليها الان، كل واحدة منهم بكون فيها خلل بواحدة من هاي المراحل، اللي عندهم صح واللي نتعرف عليهم لازم تعرفوهم. السيلياك ديزيز بكون بالتيرمينال دايجستشن والترانس ابيثيريال ترانسبورت، تمام. السيستيك فايبروسيس بالانتراليمينال دايجستشن. الدايسكريت ديفيشنسي اللي رح ناخذ عن اللاكتيز ديفيشنسي بيكون بالتيرمينال دايجستشن. الاي بيتا لايبوبروتينيميا بيكون بالترانس ابيثيليال ترانسبورت، والانفلاماتوري بول ديزيز اللي اخذناها من المحاضره اللي قبل بكون بكل هدول ما عدا مين؟ الليمفاتيك ترانسبورت. انا ما اتوقع تسال عنهم بس نعرفهم، يمكن ها تسال عنهم، تحكوا لنا بكره ما حكيت لنا، تمام. اول واحد سيليك ديزيز، بدي اعرف الميوتيشن وين بتصير. بيكون بصير في عنا هذا المرض مع الناس اللي they are genetically predisposed انه يصير عندهم سيليك ديزيز، بيكون عندهم ال HLA-DQ2 وال HLA-DQ8، فاثنين وثمانية كثير ايش مهم نعرفهم. الباثوجينيسيس، تمام، شرحناه بالمحاضرة. السيمتومز، اوكي، حسب العمر، هلأ اعمارهم من 6 الى 24 شهر، يعني تقريبا من نص سنة الى سنتين، بيجون باعراض، يعني كلاسيكال سيمتومز، اعراض عامة، الريتابل، ابدومينال ديستنشن، انوركسيا، فيلير تو ثرايف، يعني ما بنمو مثل باقي اقرانهم. النون كلاسيكال سيمتومز انه يجوني ايش باشياء يعني غير مش ريليتد للانتستين، يصير عندنا بليسترنج سكين ليجن، ويصير في عندنا ايش ديرماتايتس هيربيتي فورم، يصير في عندي ليجن على السكن بنسميها الديرماتايتس هيربيتي فورمز، تمام، هاي مهم نعرفها. اوكي، الانيميا اللي بتصير معهم بصير عندهم ايرون ديفيشنسي انيميا، قد تكون اذر يعني بي 12 والفوليت ديفيشنسي. اوكي، اسوشيشن هذا مهم نعرف انه اسوشيت مع الدي ام تايب 1، تمام، مع الثايرودايتس والجوكرين سيندروم. ريسك اوف كثير مهم نعرف نوع الكانسر اللي فيه ريسك للسيليك ديزيز انهم يتعرضوا له، هو التي سيل لوفوما والسمول انتستينال ادينو كارسينوما. المورفولوجي كمان جدا مهم، تمام، شو انا بشوف هدول الكاركترستيك فيتشرز للسيليك ديزيز، مهم للنظري وللعملي. بيكون في عندنا فيلاس اتروفي، فرجيتكم الفيلاي تبعون الانتستين المفروض يكونوا هيك، بالسيليك ديزيز بكون بصيروا بلانتينج، تمام، صار عندهم اتروفي، كريبت هايبربليشيا، وهيصير في عندنا الليمفوسايت انتر ابيثيليال ليمفوسايتوسيس. الدياجنوزز كثير مهم نعرف كيف من شخصه عن طريق السيرولوجيكال تيست، بدنا نعرف انه في عندي انفيزيف ونون انفيزيف تيست. هلا النون انفيزيف تيست هي عينات بسحبها من المريض وبروح افحصها، الانفيزيف لا، باخذ خزعه، تمام. طب شوف النون انفيزيف، هم عينتين، اما بكونوا هذول كثير حساسات الموست سنسيتيف، او عندنا ليست سنسيتيف. الموست سنسيتيف يعني على الاكيد بالقطولك اذا المريض عنده سيليك ديزيز، كثير مهم تعرفوهم، رح يجي عليهم سؤال. ها،
هاد هاي النقطة اللي فوقها، وهي أكيد يعني، لأنه إذا ما سألتك بامتحان جي أي باث وعن هذول النقطتين عن شو بدك تسألك، المورفولوجي والدياجنوزس كثير مهم. الموست سنسيتيف اللي هم الأنتي تيشو ترانس جلوتامينيز أنتي بوديز أي جي أي، والأنتي إيش دي أمينيتد جلايدين أنتي بوديز أي جي أي أي جي جي. أوكي، هذول هم السنسيتيف، هذول اللي عن جد على الأكيد بأكدوا لي إنه المريض عنده إيش سيلياك ديزيز. الموست سبيسيفيك تمام، بس للسنسيتيف مش كثير حساسات انه يحددوا له انه المريض عنده سيلياك ديزيز، هم الانتي اندوميسيال انتي بوديز. اوكي، الفيزيتس قلت لكم هو ايش، البيوبسي تريتمنت نتيجه انه هذا السيلياك ديزيز بيجي انه الناكل اشياء فيها جلوتين، فبعطيه بنصحه ياخذ انه جلوتين فري دايت. الاذر مال ابزوربشن ديزيز، في عندنا سيستيك فايبروسيس، اعرف انه سيستيك فايبروسيس الميوتيشن بتصير في عندي بالسي اف تي ار جين، الفيلير باي من الجدول اللي انا اخذته من الابزوربشن ستيج، الفيلير بيكون بالانترلومينال فيز. هذول المرضى سيستيك فايبروسيس بيمتازوا انه السكريشن عندهم بتكون ثيك تمام، فبالتالي بصير عندهم ميوكونيوم إلياس، فيل تو باس ستول، ممكن من كثر ما هذا السكريشن ثيك كل قناه البنكرياس يصير لها بلاد، فبصير في عندي بلوك بالبنكرياس نتيجة لهذا الثيك ميوكس، فكل الإنزيمات الموجودة بالبنكرياس بتنحشر فيه ما بتروح إلا الددرم، فبصير البنكرياس بوكل بعضه، بصير في عندي أوتو دايجستن للبنكرياس، فبعوض هذا المريض بأورال إنزيم سبليمنتيشن. مهم اعرفوا لي اسم الميوتيشن وين صار في عندي المال أبزوربشن، بيمتاز إنه السكريشن فيه ثيك. أوكي، هلا اللاكتيز دايسكاريد ديفيشنسي، نوع الدياريا الموجود فيه أزموتك أو المال أبزوربتيف دياريا تمام. الفكرة فيه إنه في عندي هذا الشخص عنده حساسية من اللاكتوز تمام، فلما يأخذ هذا اللاكتوز أوكي وما عنده لاكتيز يكسره، هذا اللاكتيز اللي بده يكسر إيه اللاكتوز مش موجود تمام، بضل اللاكتوز بالإنتستين وبصير يسحب إيش معه، مواد يسحب مي معه، فبالتالي بتصير عندنا الإزموتك دياريا من نوعين الكونجينيتال والأكويرد، الأكويرد ديو تو فايرال إنفكشن والكونجينيتال ديو تو جينيتك ميوتيشن. الأي بيتا لايبوبروتينيميا نعرف الميوتيشن بتصير بالأم تي بي جي وهو أوتوسومال ريسيسيف، بصير عندنا بالإنفانت استياتوريا يعني الأسطول بيكون فيه فات، فيلير تو ثروي والدياريا، بصير في عندنا مال ابزوربشن والاعراض تاعته زي هو مال ابزوربشن للفات والفات سوليبل فيتامينز تمام. نعرف انه بصير في عندنا الخلل بالاي ستيج من الابزوربشن بالتراس ايبيثيلا ترانسبورت ديفكت، هاي من الجدول، هاي وهاي من الجدول اللي فوق. اوكي، اهم الاشياء نعرفها عنها كمان، هاي بتوقع تسالكم عنها باللاب اكثر من انها معلومه نظري، انه وين بصير في عندنا الابنورماليتي اللي بنشوفها تحت الميكروسكوب، بتكون في عندنا خلايا الار بي سي كانها اكانثوسايتوسيس، راح اشرحها لكم باللاب، والسايتوبلازم بيكون عندنا كلير بالاي بيتا لايبوبروتينيميا. انا اتوقع الشخصي شو ممكن تسالكم عن هاي المحاضره، يعني ممكن تسالكم عن الانتسبشن تمام، هذا يعتبر موضوع يعني حلو يسال عنه، الهيشبرينج ديزيز هذا مهم الجدول تمام، الهيمورويد ستيج كثير سهلات، هايهم على الرسم جدا سهلات تمام. هاي ممكن سهلة انه تسألكم اذا سألتكم عن الفاستنج، مين الريليفت مع الفاستنج ومين الايش النوت ريليفت وذ فاستنج، هذا الجدول شفتوا في تحت كانوا مذكور عنهم شغلات. اوكي، السيلياك ديزيز هذولا المورفولوجي والدياجنوزيس مهمين جدا تمام، وهون اذا بدها تسال عن الاشياء اللي احنا الان حددناها، الميوتيشن وين بتكون وامل وين باي ستيج من الابسوربشن بصير عندي مين الخلل. تمام، المحاضرة السادسة من محاضرات دكتورة سرى، محاضرة كثير سهلة وقصيرة تمام، حكينا فيها عن البولبس والأدينوما. هلا البولبس في عندي 3 تايبس، عندنا الهايبر بلاستيك، عندنا الانفلاماتوري والهامرتوماس بولبس. شو اهم المعلومات اللي نعرفها عنها؟ تمام، هلا بالنسبة للهايبر بلاستيك بولبس قد تكون مالتيبل، بتصير بالناس اللي عمرهم ما بين الخمسينات والستينات، مهم نعرف هاي الشغلة انه المكان اللي بتحب تطلع فيه هو ايش بالليفت كولون او نحكي الريكتوس جمويد ريجن، وحجمها بكون صغير اقل من 5 ملي متر تمام، هذا بالنسبة للهايبر بلاستيك بولب. شو سببها؟ زي ما السكين بصير فيه شيدينج انه طبقات الجلد مثلا تنزل وتطلع طبقة جديدة وهكذا، نفس الشيء بصير عنا شيدينج بالجي اي تراكت، فبالتالي لما هذا الشيدينج يقل تمام او التيرن اوفر يقل، ديكريز ابيثيلال تيرن اوفر ديلي شيدينج، كله هذا بيؤدي انه هاي الهايبر بلاستيك بولبس تتكون. هلا لما نشوفها تحت الميكروسكوب بيطلع عندنا مظهر اسمه ايش سيريتد سيرفيس، بس ناخذ اللاب راح نشوف هذا المظهر، بس عرفوها في حال مثلا حطتها من ضمن الام سي كيو انه هذا متصل مع مين، مع الهايبر بلاستيك بولبس.
الانفلاماتوري بولبس بالعاده بتكون سيلاتري وحده مش مرتبل، وبتحب تروح الي على الريكتوم. شو سببها؟ سببها انه انفلاماتوري، يعني صار في عندي انفلاميشن، يعني في عندي ريكرنت الستريشن، ريكرنت ابريجن، تمام، لا الريكتال ميوكوزا، فادى انه هاي البولبس تطلع، انه يعني ريكرنت باوتس اوف انفلاميشن. الهامرتامس بولبس، وانا لو مكان الدكتوره هي اللي راح اسال عليها السؤال، تمام، قد تكون سبوريديك او سندروماتيك. من انواع الهامرتامس بولبس تو ثينك، هم الجوفينايل ومين البيتس جيكارد سيندروم، هذول مهمين نعرف عنهم عدة أشياء. بالنسبة للجوفينايل، تمام، ممكن تجي سبوريديك، تمام، بالأطفال اللي أعمارهم أقل من 5 سنوات بتحب تكون بالريكتام، بتكون سولاتري يعني سينجل بوليبس، أو قد تكون سندروماتيك يعني جزء من السندروم، ولما تكون جزء من السندروم بتكون إيش مالتيبل، ما بتكون سولاتري، يعني بيطلع عندنا من 3 تقريبا ل 100 بوليبس، وعمر الطفل بيكون حوالين 5 سنوات. بدي تعرفوا لانه اتوسومال دومينانت لما تكون سندروماتيك من ضمن السندروم، الميوتيشن بتصير بالترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، هاي مهمه، تمام، وانه الناس اللي عندهم جوفينايل بوليبس عندهم ريسك يصير في عندهم كولينيك ادينو كارسينوما، يعني هاي مهمه وبدي ارجع اعيدها لانه ممكن تسال عنها. لو حكيت لك اجاني طفل عمره 5 سنوات، تمام، وهذا الطفل لما فحصته لقيت مثلا كميه البوليبس الموجوده عنده تقريبا من 5 مثلا الى مثلا 30 بوليبس، اوكي، او اللي يحكي خليه طلع عنده 30 بوليبس، اوكي، لما عملت له جينيتك ستدي طلع لنا اتوسومال دومينانت. شو الميوتيشن بتتوقع تكون عنده؟ بالترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، هاي الميوتيشن. شو بتتوقعوا العلاج؟ كل المناطق اللي فيها بوليبس بدي اعمل لها ريسكشن، يعني اشيلها من مكانها. ليه طيب يا لبنى؟ لانه بحكي لك عنده هذا المريض الطفل الجوفينايل بوليبس اللي عنده عندها ريسك، عندها خطر انها تتحول الى ادينو كارسينوما، الى كولينيك ادينو كارسينوما، بالتالي هذا هو علاج الجوفينايل بوليبس. هلا الجيكهارز سيندروم بتكون برضو اوتوسومال دومينانت، الميوتيشن مهم تعرفوا وين مكانها، كثير مهم لانه ممكن تخلط لك من اكثر من ميوتيشن، بال LKB1 مع الاس تي كي 11 ميوتيشن، الايج من 10 الى 15 سنه، ممكن تكون عندنا بالسمول انتستين، هاي معلومه جديده، تمام، كومن ان سمول انتستين. هلا من الاشياء اللي بتعملها، بتعمل كثير عندنا بريزنتيشنز، ولكن مش شغل كثير كاركترستيك فيتشر لا بيتس جيكهارت سيندروم. اذا حكى لك والله هذا المريض فتحنا عملنا له اندوسكوبي ولقينا بوليبس، تمام، وصدف انه المريض، ركزوا معي كثير كويس، صدف انه المريض لما طلعنا على اللبس على شفايفه لقينا بيجمنتيشن، لقينا نقط سوداء، او بتحكي لك الدكتوره والله عنده ميوكوكوتانيوس هايبر بيجمنتيشن، مباشره لما تشوف هاي الكلمه بالاضافه الى كلمه بوليبس بتذكر البيتس جيكهارت سيندروم، تمام. هلا الفكره فيهم هدول الناس اللي عندهم هاي السيندروم ما بيكون عندهم الريسك فقط لا الكولينيك ادينو كارسينوما، برضه بيكون عندهم ريسك تو اذر مالجنسي، بنكرياس، بريست، لين، اوفريز، يوتيروس، انتستس، اوكي، فهذول كثير مهمين يا جماعه الخير، يعني انا بتوقع انه هون يكون عليهم السؤال، تمام، اوكي. اذا هاي البيتس جيكهارت سيندروم نعرف الميوتيشن انه اوتوسومال دومينانت، المين ايج من 10 ل 15 سنه، ممكن يصير بالسمول انتستين. صيغه السؤال بتحكي لك عنده بوليبس وعنده ميوكوكوتانيس بيجمنتيشن، وبعطيني اكثر من كانسر مش بس كولون كانسر. الجوفينايل بوليبس اعرف لما تكون من ضمن السيندروم بكون اوتوسومال دومينانت، وهنا صاير الميوتيشن والريسك فقط للكولونيك ادينو كارسينوما. وحكت لنا لبنى انه بالجوفينايل بيليبوسس لازم اعمل ريسكشن لكل المناطق اللي فيها بوليبس عشان الطفل يكمل حياته، لانه عنده ريسك للكولونيك ادينو كارسينوما، تمام. نيجي نكمل الان للادينوما. هلا الادينوما يعني ما فيها اشي كثير، يعني بس انه تعرفوا لما احكي كلمه ادينوما زي لما احكيها حكيت جاستريك ادينوما او كذا او كولونيك ادينوما، دائما هاي الكلمه معناها ديسبليجيا سواء هاي اور لو جريد ديسبليجيا. في عندي 3 انواع منها، منها التيبولر، منها التيبيوفيلوس، ومنها الفيلوس. بدي تعرفوا لي انه الفيلوس، تمام، هي ايش المالجنسي، هي الموست كومن انه يصير عندنا مالجنسي، يعني لو بدي احط سهم هنا هاي اكثر واحد بيصير فيها مالجنسي، هاي الثانيه هاي الثالثة، حتى التيبولر اصلا كمان ليست لايكلي انه يصير فيها ايش مالجنسي. نيجي الان نحكي عن فاميليال سيندرومز بكون فيها ايش بوليبس، تمام. بالنسبة للفاميليا هم تنتين، الفاب واللينش سيندروم. نبلش بالفاب، كثير مهم هذا الجدول، هاي يلد انكم تنسألوا عنه. الفاب، تمام، هو عبارة عن اوتوسومال دومينانت ديس اوردر، اوكي، بيكون الميوتيشن بالاي بي سي جين، وهي كثير يعني كررناها واحنا بندرس. هلا شو الفكره من الفاب؟ انت بتمسك الكولون بتفتحه سواء جروسلي او بتشوفه اندوسكوبي بتلاقيه كله زي هيك منقط، كل هاي النقط هي بوليبس. عشان اشخص الفاب احكي انه هذا المريض عنده فاب، لازم اتليست
على الأقل يكون في عندي 100 بوليبس، فهذا شرط أساسي إنه يكون عدد البوليبس كثير. هلا هو بالعادي بيكون بانكولك، يعني ممكن to involve the whole colon، ولكن بدي تعرفوا لأنه always رح will involve the rectum. تمام. هلا بالنسبة لل age، أوكي، هلا بالنسبة لل age بالعادي يبلش عنا بعد سن البلوغ بالتينز. تمام. وبدي كمان تعرفوا لي شغلة، إنه 100% من المرضى اللي عندهم فاب راح يصير عندهم كولون كانسر. فإذا أنت مثلا شخص بعيد الشر عنا وعنكم، عن كل السامعين يا رب، لو شخص عمره 20 سنة، تمام، إجاك وشخصته إنه عنده فاب، بتتركه ولا بتعالجه؟ بعالجه. كيف بعالجه؟ بشيل كل الأماكن اللي involved فيها البوليبس. ليه؟ لأنه أنا عارف إنه 100% الناس اللي عندهم فاب راح يصير عندهم كولوريكتال كارسينوما. So if it's not treated هالمريض راح يصير معه هذا السرطان بالقولون إذا ما شلنا إلا القولون لما اكتشفنا الفاب. فكثير مهم نعرف الفاب. تمام. at least بدي 100 بوليبس عشان أشخصه. بحب يكون بلش بالركتم، وبحب يكون يعني involve كل القولون. autosomal dominant الميوتيشن بالاي بي سي جين، اوكي، وانا لازم اعمل بروفيلاكتيك كولكتومي. شو يعني بروفيلاكتيك كولكتومي؟ استأصل القولون قبل عمر 20 سنة، يعني لما اكتشف عنده الفاب اروح استأصل القولون، لانه 100% من الناس اللي عندهم فاب بصير عندهم ايش؟ كولوريكتال كارسينوم. نجي ل اللينش سيندروم، تمام، اللي هي هيريديتري نون بيليبوسس ايش؟ كولوريكتال كانسر. هذا اختصار اللينش سيندروم. وين بتكون الميوتيشن؟ بالدي ان اي ميس ماتش ريبير جين. مهم يا جماعه ركزوا، اللي سميتهم ايش؟ المسح والملح، ام اس اتش 2 والام ال اتش 1. هذا الميوتيشن الاولى. الشغله الثانيه بصير في عندي مايكروستيلر انستابيليتي. مش مهم تفهموا شو يعني هذا الكلام، احفظوها زي ما هي، لانه حتى هي حذفت هذول السلايدات تبعون المايكروستيلر انستابيليتي. وين بتحب تروح الي؟ بتحب تروح على الرايت كولون. ممكن ما تحط لك كلمه رايت كولون، تحط لك كلمه بروكسيمال. شو هو الرايت كولون او البروكسيمال رايت بروكسيمال كولون؟ شو وات انفولد من اجزاء القولون؟ السيكم والاسندنج والترانسفيرس كولون. بصير فيها اكسسيف ميوسين برودكشن، بس بلاقي ادينوما ما بلاقي بوليبس. اصلا اسمه نون بيليبوسس. اوكي، الكولون كانسر بلش معهم ات يانجر ايج. تمام. هون 80، هاي مش موجوده النسبه بس حطيتها لكم عشان تفرقوا ما بينهم وما بين الفاب. 80% من الناس اللي عندهم لينش سيندروم ممكن يتحول لكولوريكتال كارسينوما. المعلومه اللي كثير مهم جدا نعرفها، حكيت لك انا مريضه، مريض اجاك، تمام، واحد اسمه لا سمح الله حسام، اوكي، اجانا حسام وشخصنا انه عنده لينش، لا ما شخصنا، اجانا حسام باعراض وشفنا عنده ادينوما، تمام، بمثلا السيكم او بالاسندنج كولون، اوكي، وجيت حكي لك اخته لحسام عندها اندوميتريال كانسر، او حكيت لك ابوه عنده ستومك كانسر، او امه والله تشخصت بايفوريان تيومر او تراين تيومر، او فلان كان عنده ابوه ميلانوما. هذول الكانسرز، تمام، بتكون اسوشيتد مع الناس اللي عندهم لينش سيندروم، ممكن ما تكون بالشخص نفسه او بتكون بقرايبه. فكثير مهم تعرفوها، لان راح تجيب لك كيس سيناريو. وشفت في روبنز كيس سيناريو عن هيك، راح تقول لك مريض اجاني باعراض معينه وعنده ادينوما، وتحط لك جمله واحده هي المفتاحيه في السؤال، تحكي لك اخته عندها اندوميتريال كانسر، او امه عندها اوفيريان كانسر، او يوتراين كانسر. تمام. فنعرف هذول الاسوشيتد وذ ات. اوكي، فهذا الجدول مهم جدا جدا، نعرف الجين مسح وملح، هون الاي بي سي جين، اوكي، هون لازم يكون في عندي بوليبس على الاقل 100، بستأصل القولون احتياط لانه 100% راح تحوله لمين؟ لكولون كانسر. هلا في عندنا فيريانت للفاب، تمام، يعني فاب بتكون اسوشيت وذ اذر ثينج. اول وحده الجاردنر سيندروم هي عباره عن فاب اللي احنا درسناها فوق، تمام، بيجي معها بوليبس، بيجي معها اوستيوما، تمام، ابيديرمال سيست والدنتال ابنورماليتيز. التركس سيندروم، تمام، نفس الشيء، فاب ولكن بيجي معها سي ان اس تيومر، مثلا بيضلوا بلاستوما جلايوبلاستوما. اوكي، تمام. نيجي الان للكولون ادينو كارسينوما. الكولون ادينوكارسينوما هو الموست كومون مالجنسي بالجاسترو انتستينال تراكت. السايت تاعه، تمام، الكولون، اوكي، سمول انتستين از نوت انفولد، فبحب يروح على القولون. البيك اي، البيك ايج لا من 60 ل 70 سنة. ريسك فاكتورز، هلا في عندي نون موديفايبل ريسك فاكتورز انا ما بقدر اتحكم فيها، انه الشخص يكون كبير بالعمر او يكون ميل او عنده اي بي دي الانفلاماتوري باول ديزيز، او مثلا يكون عنده ديس اوردرز. ركزوا معي، انه يكون عنده فاب مثلا، لانه اللي عندهم فاب 100% هيعطوني ايش؟ كانسر. او يكون عنده الهيريديتري نون بيليبوسيس اللي هو مين؟ اللينش. هذول نسبتهم ايش؟ 80% بيعطوني ايش؟
كانسر، الميدوفايبل هو السيجاريت الريتمية الليك اوف فايبر الاوبيسيتي، كلها هاي عوامل بقدر اتحكم فيها. هون البروتكتيف فاكتورز انه الناس بحكي لك عملوا دراسة، الناس اللي بتاخذ اسبرين اور اذر ان اس اي لقوا انه لها بروتكتيف افكت، لانه الاسبرين بيشتغل لي على السايكل اوكسجينيز 2 وهذا هو البروموت الابيثيليال بروليفريشن. الباثوجينيسيس حكت الدكتورة بس ذكر اعرفوا لي اياه انه سببها وين بتصير الميوتيشن بالاي بي سي بيتا كاتينين باث واي والانكريز الدبليو ان تي سيجنالينج بالمايكرو ستيليت انستابيليتي باث واي، هيصير في عندنا ديفكت بالمسماتش ريبير جين. هذول كانه عليهم 3 أو 4 سلايدات اشتبطهم، فبس احفظوهم زي ما هم. مورفولوجي بشوف في عندي نيكروتيك ديبريز، اباندنت ميوسين، ميوسين ليه؟ لانه ادينو كارسينوما. بشوف عندنا مين السيجنتريك سيلز. هلا هذا المهم، تمام، اقارن ما بين الادينو كارسينوما اذا صار بالرايت اور ليفت كولون. انا المعلومات اللي مش كثير مهمه بمشي عليها بسرعه، المهم بعيدها اكثر من مره. هلا بالنسبه للبروكسيمال كولون اللي هو وين نحكي على الرايت سايد، تمام، شو بتكون المورفولوجي تاعته؟ بتكون اكسوفيتيك ماس، ما بتعمل الي اوبستراكشن، بوليبويد. اهم شغله من الاعراض اللي بتصير فيها فاتيج وويكنس والايرون ديفيشنسي انيميا، اوكي تمام. بينما الديستال كولون اللي هو على الليفت سايد، شو بشوف بالمورفولوجي؟ النابكن رينج، يعني بلاقي لما اشوف القولون جروسلي بلاقي كانه ملفوف عليه زي حلقه، تمام. هلا من الاعراض هيصير في عندنا مثلا كرامبينج مين، ديسكومفورت، بصير فيه الاوكلت بلاد. شو الاوكلت بلاد؟ اللي هو ايش؟ الدم المخفي في البراز، يعني بيعملوا له فحص بلاقوا في دم في البراز. فكيف اي ويل دايجنوز الادينو كارسينوما؟ ممكن اطلب له فحص الدم المخفي فيك الاوكلت بلاد، تيومر ماركرز، تمام، كولون سكوبي وباريوم انما بالاخر. اخر اشي حكينا عن الابندكس، تمام، اللي هو الزائد الدوديه، ليه ممكن يصير عندنا ابنديسايتس او انه الالتهاب بالزائده؟ انه صار لها ابستركشن، ابستركشن باي الفيكليت. شو هو الفيكليت؟ هو عباره عن ستول صارت كالسيفايد، هي ستون made of feces، يعني calcified part of the stool. لسكم اللي ممكن تكون الابندكس صار due to gallstone or tumor or worms، يعني هاي الابندكس، تمام، الجاي بالاخير اجى ايش سكرها من هنا. ممكن تكون stool، ممكن تكون gallstones، worms، الى اخره. clinical features، طبعا الموضوع الابندكس مركزت عليه الدكتورة كثير بس ما بتحزروا انتو. clinical feature بتبلش عندنا بالacute appendicitis، التهاب الزائدة الدودية ألم حول البطن، حول السرة تحديدا periumbilical pain. بعدين منتقل هذا الألم للright lower quadrant pain مع أعراض أخرى مثل النوزيا، الفوميتينج، الفيفر. والمريض بحدد إلي مكان البين عند نقطة اسمها المكبرني بوينت. ما حكي شرحتها الدكتورة بالمحاضرة بس راح تاخذوها إن شاء الله بالجراح. هلا diagnosis، أوكي، هلا أنا ما بقدر أحدد إنه المريض عنده operatively إذا عنده زائدة دودية إلا بالجراحية، لازم أدخل جراحيا عشان أتأكد. ولكن في شغلات ممكن إنه مثلا تحدد إلنا إذا عنده appendicitis أو لا، اللي هي السيمتومز اللي إحنا أخذناها فوق. هلا لما نشوفها راح يكون في تحت الميكروسكوب النيتروفيليك انفلتريشن راح يكون واصل للمسكولاريس بروبريا. هلا الاكيوسبيوريتيف ابنديسايتس بيكون مور سيفيل، هيكون في عندنا ابسس. اما الجانجرينس ابنديسايتس هتكون في عندنا نيكروسس والسريشن. يعني انا لما اطلع الابندكس اشوفها بعيوني جروسلي، اذا كان عندي سبيوريتيف راح الاقي ابسس، اذا كان في عندي جانجرينس راح الاقي ايش؟ نيكروسس. اخر اشي عندنا التيومر اوف ذا ابندكس هم مين؟ الكارسينويد النيورو اندوكرين تيومر. هذول طبعا انسيدنتالي فايندينج، يعني بيكتشفوها بالصدفه اثناء الجراحه، بتحب تروح للديستال تيب اوف ذا ابندكس. ورير انه يصير لها شو؟ ميتس. من هاي المحاضره، تمام، نطلع فوق شوي احكي لكم اشياء مهمه. هذول مهمين، البيتس جيك هارز، هذول يا جماعه الخير هاي، والجوفينايل بولبس مهمين، تمام، كثير. هذا الجدول مهم جدا، هو والتيركوت والجاردنر سيندروم، اوكي احفظوه زي ما هو. هون الكلينيك ادينو كارسينوما ممكن هاي المعلومات اكثر تنسالوا عنها وين؟ باللاب، تمام، بس اللي باللون الاصفر مهمين، اوكي. فهي اهم الاشياء بالمحاضرة. محاضرات الدكتورة ايمان ان شاء الله كثير سهلين، تمام. منبلش بالمحاضرة الأولى لإلها، كانت عن السيروسس والكوليستيسس. هذا الجدول جدا مهم، تمام. إذا حكت لك شو الفحوصات اللي بطلبها عشان أشوف الهيباتوسايت انتجريتي، هم الـ AST، الـ ALT والـ LDH. أشياء بطلبها عشان أشوف البلياري فانكشن، تمام، اللي هو يعني البايل داكت والإكسترا هيباتيك داكت والإنترا هيباتيك داكت، هدول البايل داكت. كيف أنا بدي أشوف الفانكشن تاعتهم؟ شو ممكن أطلب؟ واحد ممكن أطلب إيش؟ البيليروبين، تمام؟ أوكي، أول واحد بطلب البيليروبين، تمام؟ سواء إنه الكونجوجيتد أو الأنكونجوجيتد، تمام؟ ممكن أطلبه هو باليورين،
اوكي مش كثير هاي مهمة. البايل اسيدز، بايل اسيدز بطلبها، وبطلب ممكن الالكالاين فوسفاتيز والجي جي تي، تمام؟ هدول بطلبهم عشان اشوف البلياري اكسكريتوري فانكشن. اذا بدي اشوف الهيباتوسايت فانكشن، يعني بمعنى بدي اطلب فحوصات اتاكد هل الكبد يقوم في وظائفه، تمام؟ شو بطلب؟ بطلب السيروم البومين، لانه الان مش رح نشوف بالسيروسز لما الكبد ما يقوم في وظائفه، ما يصنع لي البومين، تمام؟ هيصير في عندي اديما، فانا بطلب الالبومين. بدي اطلب البي تي والبي تي تي، لانه انا بعرف انه الكبد بصنع لي كريتيك فاكتور، فبدي اتاكد هل هدول عم بيطلعوا لي او لا، فبطلب بي تي وبي تي تي. ممكن اطلب السيروم امونيا، تمام؟ هلا بنشوف ليه السيروم امونيا مهم، لانه ممكن من الكومبليكيشن تبعون السيروسس يصير في عندنا هيباتيك انكيفالوباثي. بطلب السيروم امونيا والايش البريث تيست عشان اتاكد من هذا الامر. فهذولا مهمين، هاي للانتجريتي، هاي للاكسكريتوري فانكشن، وهاي للهيباتوسايت فانكشن. هلا في الشرح راح احكي لكم كمان امثله كيف ممكن تسال عنهم الدكتوره، تمام؟ هلا الليفر سيروسس هو عباره عن ترانسفورميشن اوف ليفر into regenerative parenchymal nodule surrounded by fibrous band. الكوزز تبعونا كثير واسع، ولكن اهم كوز هو الهيباتايتس، اي نوع منهم بي ان سي هيباتايتس. اذر كوزز هم الالكوهوليك والنون الكوهوليك ليفر ديزيز، قد يكون دراج اندوس اور ايش ايديوباثيك، يعني بدون اي سبب. الباثوجينيس سيصير في عندنا واحد فايبروسيس، يعني اكسسيف برودكشن للكولاجين تايب 1 اند 3. في نفس الوقت عم بيحاول الليفر انه يعمل الي ريجينيريشن، بس مش ملحق على الفايبروسيس اللي عم بصير، تمام؟ كلينيكال فيتشر مهمين، تمام؟ هلا احنا بنعرف انه في للليفر ميتابوليزم فانكشن، هاي الميتابوليزم فانكشن اذا خربت نتيجه للسيروسس بيعطينا اعراض معينه، فبدنا نمشي عليهم واحده واحده. فاذا البيليروبين، تمام، اختل عندي، شو بينتج عنه؟ جوندس، دارك يورين، وبيل ستول. طب كيف بدي افحص هاي الوظيفه؟ بطلب الفحوصات اللي كانوا فوق، اللي هم فحوصات ايش؟ البيليروبين، اوكي؟ الدايركت والكونجوجيتد والانكونجوجيتد والتوتال بيلروبين. البايل سولت بحكي لك انه البايل سولت اذا تجمعت تحت الجلد بتعمل له برورايتس، حكي اذا سالتك شو سبب الحكي بتحكي بايل سولت. الامونيا، الامونيا هي ماده سامه، تمام، بتعمل له هيباتيك انكيفالوباثي، اوكي. ومشو عشان اتاكد شو بطلب له؟ بطلب له السيروم امونيا والبريث تيست. الاستروجين، تمام، مسؤول برضه الليفر عن الميتابوليزم اوف استروجين، فاذا زاد الي الاستروجين بالميل بالرجال فرح يصير عنده صفات انثويه، زي مين؟ التثدي، بكبر الثدي تاعه، اسمها جاينيكوماستيا، او بصير عنده سبايدر انجيوما، زي كانه زي شبكه العنكبوت طالعه على منطقه التشست بالعاده. بالمر اريثيما، بمسك كف ايديه بلاقي لونهم احمر بسبب زياده الاستروجين، ولانه الاستروجين عم بيزيد عنده رح يقل عنده مين؟ التستستيرون. فنتيجه لنقصان التستستيرون التستس هيصير فيها اتروفي، او ما بنسميه الهايبوغوناديزم، اوكي. الالبومين، تمام، اذا اختل برضه توازن بيعطيني اديما، بريفرال اديما ان اسايتس. شو عشان هاي الفانكشن شو بطلب له من الجدول؟ بطلب له ايش؟ الالبومين، اوكي. الكواجوليشن فاكتورز هاي مهمه، اذا لانه الليفر هو بصنع لي الكلوتينج فاكتورز، فاذا اختل توازن الليفر فبصير في عندنا بروزز بليدنج تندنسي. عشان اتاكد من هذا المريض من هاي الفانكشن بطلب له البي تي والبي تي تي. اخر شغل البورتال هايبرتنشن، حكيت لكم كيف بيزيد الضغط بتلك المنطقه، عشان ينفس الضغط بروح بنفس لي بالاسوفيجاس، بصير عندنا فاريسز، ممكن بالهيمورويد، تمام، بصير عندنا كبوت مودوز. الكبوت مودوز اللي هي بتكون حوالين السره دايليتد فينز، تمام. السايتس سبلينوميجالي، هذا العضو اللي بصير له انلارجمنت مع الليفر سيروسس. فهدول المانيفستيشن تبعون البارتل هايبرتنشن مهم برضو نعرفهم كلهم. هاي الخانه تاعت الجدول مهم كل كلمه فيها. دايجنوزس بعمل ليفر فانكشن تيست اللي كانوا فوق بالجدول، ممكن اطلب بايبسي، ممكن اصوره صوره اشعه. بالنسبه للكوليستاسيس، تمام، الكوليستاسيس معناها كونديشن كوز باي اكسترا هيباتيك اور انترا هيباتيك اوبستراكشن اوف بايل شانل or by defect in hepatocyte secretion. يعني صار في عندي stasis لمين؟ للبايل. شو أسبابه؟ ممكن تكون bile duct obstruction، neonatal cholestasis، والبرايمري بلياري كولنجايتس، والبرايمري سكلروزن كولنجايتس. رح نحكي عن كل واحدة فيهم. الباثوجينيسيس مش كثير مهم، أهم شي تعرفوا لأنه في عندي obstruction. clinical feature زي بصير في عندي جوندس، بتشيك على البيلروبين، بصير في عندي pruritus نتيجة للبايل سورت، ولكن أهم واحدة فيهم بالكوليستاسيس بصير في عندنا skin
سانتوما بسبب السكين دان سانتوم اللي هو فوق الاكيوميليشن اوف كوليسترول، ولانه البايل بحتاجه انا بعمليه الابزوربشن بالاخير فممكن يصير في عندي انتستاينال مال ابزوربشن للنيوتريشن للفات سوليبل فيتامينز. تمام، هلا اللابس شو بلاقي؟ هاي مهمه. تمام، بلاقي السيرم الكلاين فوسفاتيز مرتفع بهدول المرضى، والجي جي تي هدول الانزيمز اللي بيكونوا مرتفعين بحاله الكوليستاسيس. عفوا المر الهيستوباثولوجي بتكون تحت الميكروسكوب لها فومي ابيرنس، بنلاقي في عنا البايل بيجمنت صار لها اكيميليشن داخل خلايا الكبد انسايد الهيباتو سايت. هدول اسباب الكوليستاسيس. البايل داكت اوبستراكشن حكيت الدكتور عرفوهم بس ذكر بالادلت اكسترا هيباتيك كوليستاسيس، مالجنت اوبستراكشن، بوست سيرجيكال ستريكتور، بتشدرن هي من الاتريشا سيستيك فايبروسيس. تمام، تذكروا لما حكيت لكم سيستيك فايبروسيس بيكون فيها اكسكريشن، والكوليدوكال سيست فقط ذكر ما شرح عنهم. باليونيت الكوليستاس يعرفوا لي انه النوع البيلوروبين اللي بيرتفع هو الكونجكيتد بيلوروبين، قد يكون لسببين اما كولنجيوباثيس. تمام، مثال عليها الاتريجا. شو يعني كلمة اتريجا؟ يعني اما يكون في عندي كومبليت او بارشل ابستراكشن لا البيلياري اتري بالشخص اللي عمره تقريبا 3 سنوات. السبب الآخر نيونيتال هيباتايتس، يعني طفل صغير بعمر النيونيت إنه يصير عنده هيباتايتس. البرايمري بلياري كولونجايتس، هاي اللي بتوقع تسأل عنها من هاي الأسباب الأربعة. اعرفوا إنها أوتو أميون ديزيز، والمشكلة فيها وين؟ بالأنتي مايكروبيال أنتيبوديز، عفوا مايتوكوندريال أنتيبوديز، هاي الجملة مهمة. اوكي، it is non-superative inflammatory destruction وين بيأثر إلي على السمول والميديوم سايزد انترا هيباتيك بايل دوكت، هدول اللي بالأحمر وهاي هدول كثير مهمين. تمام، بحب يروح على الميدل ايج وومن والفيميل مور. الهيستولوجي بتعرفوه بالله، بس هدول أهم الشغلات انه انتي ميتوكوندريال انتي بوديز، بحب السمول والميديوم سايز. البرايمري سكلروزين كولنجايتس واللي حكيت لكم كثير بحب يكون بالالسرتيف كولايتس. تمام، ما نسى هاي المعلومة، هو عبارة عن انفلاميشن و اند اوبلتريتيف فايبروسيس. أهم شغلة فيها بال هو الكلاسيكال فايندينجز تاعتها، بكون شكله زي الاونيون سكين. تمام، زي حلقات ايش البصل اسمه اونيون سكين فايبروسيس، بصير فينا انفلاميشن برضو بالانترا هيباتيك ولكن محل اكسترا هيباتيك بايل دكت ليدنج تو دايليتيشن اوف بريزيرفد سيجما. اهم الشغلات نعرفها شو حكيت لكم انه اونيون عندنا سكن وبصير بالانترا والاكسترا هيباتيك دكت، هيصير فينا انفلاميشن اند فايبروسيس، هدول كثير مهمين. برايمري بيلياري كولنجايتس اوتو اميون بأثر الي وكيف؟ عن طريق شو؟ الانتي ميتوكوندريال انتي بوديز بالسمول والميديوم سايز. البرايمري سكلروزين كولنجايتس اتذكر الاونيون سكن والالسرتيف كولايتس. هيك بنكون خلصنا المحاضرة الأولى، ننتقل الآن للمحاضرة الثانية من محاضرات دكتورة إيمة. المحاضرة الثانية دكتورة إيمان كانت عن الهيباتايتس، كثير سهلة وقصيرة. تمام، وما طلبتكم صراحة هي بكثير تفاصيل. هلا في عندي 5 type of hepatitis، بدي تعرفوا لأنه الهيباتايتس بي هو الوحيد منهم الدبل ستراندد دي ان اي، كلهم ار ان اي. تمام، ما عدا البي هو دي ان اي، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية انه الهباتيتس اي والهباتيتس اي بنتقلوا بنفس الطريقة عن طريق الفيكال اورال روت. تمام، الهباتيتس اي بحب الأماكن اللي فيها مية. تمام، أما بالهباتيتس اي بحب الأماكن مش نظيفة، الشل فيش. تمام، هاي الأماكن اللي بينتقل عن طريقها والأشياء بتنتقل عن طريق الهباتيتس ايه. هلا بدنا نحكي عنها شوي اشياء سبيسيفيك للهيباتيتس بي. اتذكر انه هيباتيتس بي فيها 3 بي، كيف حكيت لكم 3 بي؟ اللي هي اول شغل البيرث يعني من الام الى الطفل، الشغل الثاني البد بدروم يعني عن طريق السكشوال ترانسميتد، والشغل الثالث عن طريق مين؟ البلود. تمام، اما هيباتيتس سي ان دي بنتقله بنفس الطريقه اللي هو البارنترال روت. اوكي، هاي بالنسبه لاول خانتين. نجي لأشياء ثانية، إنه الهيباتيتس A والهيباتيتس E برضو بدي تعرفوا لأنه ما في عندي فيه chronic state. تمام، الهيباتيتس A always become as acute onset، والهيباتيتس E برضو بكون فقط بالimmune compromised patient. أما C و D فيهم acute and chronic state، دي طبعا هذا dependent على هيباتيتس B. ذكروا D dependent، شو هذا الحرف B؟ هو dependent عليه، يا إما بيجي معه as co-infection بيجوا سوا أو super infection، يعني الواحد بنصاب بهيباتيتس B بعدين بيرجع ينصاب هيباتيتس دي.
مشكلة الهيباتيتس ايه؟ انه بصير له شيتنج بالستول تقريبا من اسبوعين لثلاثة قبل ما تظهر الاعراض، يعني بيكون الشخص معدي قبل ما تظهر عليه الاعراض، لانه بلش الفيروس يطلع الي بالستول. المسؤول عنه مين؟ السايتوتوكسيك سي دي 8 سيل. اذا طلع عندي لما فحصته سيرولوجيكال ستدي طلع عندي الاي جي ام انتي بوديز هو المرتفع، بعترف انه في عندنا اكيوت انفكشن. اذا طلع عندي الاي جي جي انتي هيباتيتس اي فيروس هو المرتفع، بعرف انه الشخص هذا تعرض للفيروس وتعالج منه وصار عنده لايف لونج اميونيتي، يعني ما هيرجع ينصاب بالهيباتيتس اي. هذولا كمان مهمين. هيباتيتس بي نت دايركتلي هيباتوتوكسيك، المسؤول عنه برضه السي دي اي سايتوتوكسيك تي سيل. البيشنت ايج ات تايم اوف انفكشن از ذا بيست بريدكتور اوف كرونيسيتي، يعني حسب عمر الشخص انت بتقدر تحدد هل راح يكون في له كرونيك ستيت او لا. على البيبسي، مع انه مش دائما بنعمل بيبسي لجماعه الهيباتيتس، ممكن نلاقي الهيباتوسايت لها جراوند كلاس افيرنس للتريتمنت عن طريق الفايرال بوليمريز انهبيتورز والانتر فيرون. هيباتيتس سي كثير مشهور عنه ببيئات العمل الطبيه، تمام، مثلا بحكي لك دنتال فيلد، ميديكال فيلد، بالسيرجري، اي شخص طالع مثلا بعد العمليه بست شهور صار عنده اعراض، تمام، رايت ابر كوادرنت بينه الى اخره، ممكن يكون عنده هيباتيتس سي. الاي في دراج يوزر، المالتيبل سكس بارتنر، تحت البيوبسي تحت الميكروسكوب اذا عملنا بيوبسي بلاقي دنت ليمفويد انفلتريت. هيباتيتس اي بعتبره زونوتيك ديزيز، لانه ممكن يكون استخدم الانيمال از ريزرفوار زي المونكيز والكاتس والبيكس والدوكس، وله هاي مورتاليتي بالبريجننت، كثير خطير في حالات البريجننسي. فمن الاشياء المعلومات ما ننساها انه هذول الانتي بوديز بالهيباتيتس اي اي جي ام بالاكيوت والاي جي جي باللايف لونج اميونيتي، دائما اكيوت ما عندي كرونيك ستيت. بالهيباتيتس بي اتذكر انه طرق انتقاله اللي هم الثري بيز اللي حكيت لكم عنهم. هيباتيتس سي اذا قالت لك واحد بمستشفى اختلط عليه دم مثلا من زميله انجرح بنيدل ستيك لمريض هيباتيتس، او مثلا طلع من عمليه بعد 6 شهور وصار عنده هيباتيتس، دنتال فيلد، ميديكال فيلد، دائما اتذكر مين؟ الهيباتيتس سي. هيباتيتس دي اتذكر كلمه ديبندنت انه يا بيجي سوبر انفكشن او كو انفكشن. وهيباتيتس اي اتذكر البريجننت ومان كثير مهم نعرفها، تمام، انه بالحوامل بيكون كثير خطير. زونتك ديزيز بيستخدم الانيمال از ا هوست، ما له كرونيك ستيت، بيجي بالاميون كومبرومايزد بيشنت. الالكوهوليك ليفر ديزيز هذا كثير مهم لغايات العملي، بدي تعرفوا لانه اول مرحله من الالكوهوليك ليفر ديزيز الفيرست ستيج هي مين؟ الاستياتوسيس. طبعا الشورت تيرم انجستشن يعني بتعطى الكحول لكميات كميات قليله فترات قصيره، هيصير عنده مايد ريفرسبل هيباتيك تشينج. اما اللي بيزيد الكميه كرونيك انتاكت معرض للسيفير انجري. فالفيرست ستيج من الكوليك ليفر ديزيز هي الاستياتوسيس، ذن ممكن يصير عندنا اما سيروسيس او في عندنا يصير عندنا هيباتيتس او هيباتيتس ميكس مع ايش استياتوسيس. بس اهم شغله تعرفوا انه اول مرحله هي الاستياتوسيس. والآن مع المحاضرة الأخيرة من محاضرات الباثو وهي لدكتورة إيمان. طبعا المحاضرة هي تجميع عن 3 organs الليفر والجول بلادر والبنكرياس، بدنا نحكي عن كل واحد فيهم. أوكي، أول إشي نبلش بالليفر. بدنا نعرف إنه في الليفر في عندنا benign lesion وفي عندي malignant lesion. البنان اللي بدنا نتعرف عليهم هم الفوكال يدولار هايبربليشيا، الكافيرنس هيمانجيوما، والهيباتوسيلولار أدينوما. اول وحده الفوكال نيدولار هايبربليشيا بدي تعرفوا لانها بتكون بليفر نورمال نون سيروتيك ليفر، تمام، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه سببها بصير في عندنا التريشن بالبلد سبلاي اللي واصل للبارينكيما اوف ذا ليفر. شو سببها؟ التريشن بالبلد سبلاي اللي واصل للليفر. اسباب ممكن تاثر على البلد سبلاي هم 3 ريزونز، اوكي، ما شرحتهم الدكتوره، اعرفوهم زي ما هم احفظوهم. الاي في مالفورميشن، انفلاماتوري اور بوست تروما، والكومبنساتوري اوجمنتيشن اوف ارتيريال بلد سبلاي. ما اتوقع تسال عنهم، ما اتوقع بس ممكن، تمام، يعني حسب اللي موجود في المحاضره في اشياء معينه ركزت عليها اكثر. الكافيرنس هيمنجيوما هي الموست كومون بناين تيومر اوف ذا ليفر، هاي ممكن تسال عنها، تحكي لك مثلا which of the following is the most common benign tumor of the liver، شو هو؟ الكافيرنس هيمنجيوما، اوكي، اي سيمبتوماتيك، ما بتحتاج اي انترفينشن. الهيباتوسيلولار ادينوما برضه اتس ا بناين نيوبلازم، ممكن تنكشف يتم اكتشافها incidentally أو تعمل إلي symptoms. إذا صار symptoms بيكون due to pain. ليه بده يصير pain؟ إنه مثلا صار في عندي pressure على الليفر كبسول، لأنه مثلا الليفر صار عم بيكبر حجمه نتيجة لهاي الماس expanding mass، أو صار فيه hemorrhagic necrosis. هلا إذا ربشرت هون المصيبة بيكون عندنا lot of treatment condition
فبصير في عندنا انترا ابدومينال بليدنج. هاي في نقطه مهمه حولها، انه السيدات اللي بياخذوا الاو سي بي اللي هم الايش الاورال كونتراسبتيف بيلز حبوب منع الحمل عندهم ريسك يصير عندهم هيباتوسيلر ادينوما. ممكن يا جماعه تجيب لك عليها كيس سيناريو تحكي لك سيده كانت بتاخذ او سي بي حبوب منع الحمل واجتنا بعد ما اخذت هاي الحبوب مثلا بشهر او مثلا بثلاث اسابيع وهي مثلا باعراض بيريتونايتس او صار عندها مثلا انترا ابدومينال بليدنج شكت من ابدومينال بين والى اخره، يكفي لك من السؤال انها تحط لك كلمه او سي بي عشان تحكي انه هاي هيباتوسيلولر ادينوما. تمام، هاي الجمله مهمه. شو هو الموست كومن بناين؟ الكافيرنس هيمنجيوم. تمام، هلا بالنسبه ل هون هذا لللاب، سوري فكرت حالي ما شرحته. هذا لللاب اللي هو انه كيف بشوفه جروسلي تحت الميكروسكوب. بالفوكال نيدرال هايبرپلاجيا حكيت لكم الليفر نورمال نون سيروتيك نورمال هيباتوسايت. بالكافيرنس بكون في عندنا هاني كومب ابييرنس. اوكي هذا لللاب رح نشوفه ان شاء الله. تمام، هلا بالنسبه للليفر المالجنسي ليجن اللي فيه بدنا نحكي عن الهيباتوسيلولار كارسينوما وايش والكولنجيو كارسينوما. الهيباتوسيلولار كارسينوما هو برايمري مالجنسي اوف ذا ليفر، بصير تقريبا ب 80% من الاشخاص اللي عندهم سيروسس. فبالتالي الريسك فاكتور عشان الشخص يصير عنده هيباتوسيلولار كارسينوما هم الكوز اوف سيروسس اللي حكيناهم بالمحاضره اللي قبل، زي الهيباتيتس بي ان سي، الالكوهوليك ونون الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز، ام التوكسيك انجري. كل هاي الاسباب قد تؤدي الى السيروسس. هلا هذا مهم الباثوجينيسيس. اوكي شو اللي ادى للهيباتوسيلولار كارسينوما؟ قد يكون نتيجة لبريكيرسر ليجن كانت موجودة، وهاي البريكيرسر كانت مثلا هيباتيك ادينوما، او مثلا صار في عندي كرونيك ليفر ديزيز اللي هو السيروسس، وبعد ما صار عندنا سيروس صار عندي ديسبلاجيا، او ديو تو ميوتيشن. الميوتيشن قد يكون بسبب الانكوجين صار في عندي جين للفانكشن اوف بيتا كاتينين، جين اوف فانكشن. تمام، او بسبب التيومر سبريسر جين انا فقدت الاشي اللي بيثبط الي تكون التيومر، اي لوس ات اللي هو مين؟ اي لوس ات اللي هو ايش؟ التي بي 53. هذول مهمين. تمام، الاشياء اللي بتؤدي الى الهيباتوسيلولار كارسينوما بيتا كاتينين جين اوف فانكشن ولوست للفانكشن اوف تي بي 53. كلينيكال عادي، يعني مكان الليفر بصير في عندي ابدومينال بين، ماليس، فتيج، ويت لوس دائما مع الكارسينوما، يعني اشياء عامه، ليفر سيروسز، عفوا فاريسال بليدنج، جونديس، فيفر، كل الاشياء ريليتد للليفر. المتس بحب يروح الي وين؟ على اللونج. هلا كدايجنوزز اذا فحصت طلبت فحوصات بلاقي الالفا فيتو بروتين مرتفع، هاي برضه مهمة. تمام، اللي بترتفع عندي الالفا فيتو بروتين، اذا مثلا جابت لك كيس طويل عريضة والالفا فيتو بروتين مرتفع بعرف اني بحكي عن الهيباتوسيلولار كارسينوما. الديث ليه بتموت الشخص بهذا السرطان؟ شو اسباب الديث؟ ممكن يصير في عنده كاتشكسيا نتيجة للويت لوس، يصير في عنده فاريسيل بليدنج، اسفيجيال فاريسيل بليدنج، يدخل بهيباتيك كوما، او يصير في عندنا ربتشر للتيومر ويدخل ايش؟ بفيتال هيمرج، يعني نزيف مميت. بالنسبة للكولنجيو كارسينوما، إذا الهيباتوسيلولار كارسينوما هو الموست كومن، فالسكند موست كومن هو الكولنجيو كارسينوما. بصير عندنا بالإنترا والإكسترا هيباتيك بايل دوكت. الريسك فاكتورز لهم مهمين، أوكي ركزت عليهم، هم الليفر فلوكس، إذا صار في عندي إنفلاماتوري ديزيز لللارج بايل دوكت، الهيباتوليثيسيس مثلا ستون بي الليفر، والفايبرو بوليسيستيك ليفر ديزيز. هدول الأسباب اللي ممكن يؤدوا لميل للكولنجيو كارسينوما. مورفولوجي اكيد لانه يعني بشوف في عندي زي انه لانه كولانجيو كارسينوما بلاقي يعني جلاندولار تيبولار ستراكشر، ميوسين بروديوسينج ادينو كارسينوما تحت ايش الميكروسكوب. فاهم اشي اعرف ايش الريسك فاكتورز هون. تمام، هون هاي كتير مهم الباثوجينيسيس والدياجنوز الالفا فيتو بروتين بيرتفع، وال هون مهم نعرف انه هذا الموست كومن بناين، والهيباتوسيلولار ادينوما علاقتها في مين؟ بالاو سي بي اللي هم الاورال كونتراسبتيف بيل. نيجي الان للاورجان الثاني بنحكي عنه اللي هو ايش؟ الجول بلادر. الجول بلادر بس حكي لكم الاكيوت كوليسيستايتس يعني اكيوت انفلاميشن للجول بلادر اللي فيها ستونز. تمام، كرونيك كوليسيستايتس يعني ريبيتد انفلاميشن للجول بلادر، ريبيتد باوتس اوف اكيوت كوليسيستايتس. كارسينوما اوف جول بلادر اعرف انه بتصير اكثر اشي بالومن، وهو الموست كارسينوما للجول بلادر بتكون عبارة عن ادينو كارسينوما. ما اتوقع تسألكم اشي عن هذا الجدول لانه حرفيا ما في اشي ينسأل عنه. نيجي لاخر اورجان اللي هو مين؟ البنكرياس. هلا البنكرياس ممكن يصير في الجينيتال انوملي، هذول كثير سهلين ممكن تسألكم عنهم توصيل. اوكي ايجينيسيز يعني كل البنكرياس ما يكون موجود absent. البنكرياس دايزم اصلا بدل ما تكون بنكرياتك دكت واحدة بصير في عندي تنتين. ليه عم بصير زي هذا الشيء؟ هو طبعا الموست كومن اذا سألتك من هذول الاربعة شو الموست كومن انوملي هو مين؟ البنكرياس دايزم. هاي مهمة
انه هو شو الموست كومن. طب ليه بصير هذا الشيء؟ فيلير اوف فيوجن للفيتال دكت سيستم، الدورسال والفنترال بارت بيطلع عندي زي كانه في عندي تو دكت. انولار يعني شيء بلف رينج اوف بنكرياتيك تشو بتروح بتلف على الدودنوم. اكتبت بنكرياس يعني جزء من التشو تاع البنكرياس بلاقيه في مكان اخر، ممكن الاقيه بالاستومك بالدودنوم بالجوجنوم بالميكل دايفرتيكولم والاليم. فممكن تسالك شو الموست كومن، هو مين بنكرياس دايفيزم او توصيل بيناتهم. اجينيسيس ابسيس دايفيزم مقسوم لنصين، الانولار محاوطه الى الدودنوم، والاكتوبيك راح جزء من البنكرياس من التشو تاع البنكرياس لقيته في مكان باورجان ثاني. الفرق بين الاكيوت والكرونيك بنكرياتات، الفرق الرئيسي انه واحد ريفرسبل وواحد ريفرسبل. الفكره انه بصير البنكرياس ياكل في حاله، الانزيمز كلها موجوده اللي بتطلع الي من البنكرياس بتضلها بالبنكرياس، وفي البنكرياس بصير في عندي ايش اوتو دايجستشن. فالاكيوت بيكون ريفرسبل، الكرونيك بيكون ايش ريفرسبل. Acute inflammatory disorder that varies in severity from focal edema and fat necrosis and hemorrhagic necrosis. ضروري نعرف نوع النكروسيس اللي بصير بالأكيوت بانكرياتيتس، هو الفات نكروسيس والهيموراجيك نكروسيس. الكوزيس للأكيوت بانكرياتيتس كتير مهم تعرف الجول ستون، تمام؟ هاي من الأسباب الشائعة. Other causes medication, infection, metabolic disorder and non-gall stone related obstruction. أهم واحد هو الجول ستونز. الباثوجينيس زي ما قلت لكم بصير زي كأنه البنكرياس عم بهضم نفسه، auto digestion of the pancreas، بتعرض هذا البنكرياس للانجري، بصير في عندي activated للإنزيمز اللي فيه، بصير في عندنا inflammation، هدول مهمين، اوكي. بصير في عندنا proteolysis due to the protease، fat necrosis due to the lipase والphospholipase، hemorrhage due to mean الاستيلاز. المورفولوجي رح نحكي عنه في اللاب، بس شوفوا انه هون الكرونيك بنكرياتيتس الكوزز تبعونه حكينا اول شيء هو الريفرسبل، تمام. والكوزز مثلا الكحول، ضغط اوبستراكشن، هيريديتري بنكرياتيتس، اوتو اميون بنكرياتيتس، كلها هاي اسباب ممكن تسبب التهاب البنكرياس على المدى الطويل. السيستيك نيوبلازم هاي غالبا راح تسالكم عنها في اللاب، ما اتوقع على النظري اللي هم في عندنا السيرس سيست ادينوما والميوسين سيستيك نيوبلازم. السيرس تمام هم عباره عن جلايكوجين ريتش كيوبويدال سيلز، الميوسينس كولمنر ميوسينس ابيثيليوم، ولما يصير في عندنا فيها سيست بتشبه الي منظر الاوفري، تمام. اوكي يعني مش كثير مهم صراحه السيستيك نيوبلازم لغايه النظري، بس هذا مهم مليون 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 مليون، حرام تروح على الامتحان مش حافظ هاي الصوره، يعني هذا سؤال جاي اكيد، تمام. بدك تعرف كل ستيج من البنكرياستيك كارسينوما مين اللي كان مسؤول عنها. في عندي هذا النورمال، اوكي هون ما في عندي ولا اشي، هون بلشنا بالستيج رقم واحد. هاي انا الهون عندي الستيج رقم واحد، هاي الستيج رقم واحد مقسوم لقسمين، واحد بسميه A واحد بسميه B. بغض النظر عن A and B، فالمسؤول عن الستيج رقم واحد اللي هي هون two thing هو التلومير shortening والميوتيشن بالكيروس. فاذا جابت الك الستيج نمبر 1 تمام، هتكون مسؤول عن التلومير shortening والميوتيشن بالكيروس. الستيج نمبر 2 مين بهيكون مسؤول عنها؟ بلش صار في عندي تغييرات اكثر تطلعوا، تمام، مسؤول عنها ان اكتيفيشن للبي 16، هاي الستيج رقم 2. الستيج الثالثه تمام تطلعوا كيف صار عندنا، بلش تكون الي زي جلاندولار ستراكشر، هاي مسؤول عنها ان اكتيفيشن للبي 53 والاس ام اي دي 4 والباركا 2، هاي المسؤول عن الستيج 3. اخر شغله شو هيصير في عنا invasive carcinoma، يعني التيومر راح يتجاوز حدود البيسمنت ممبرين. هدول الميوتيشنز بكل ستيج مهم تعرفوهم، لأن حكت راح تسأل عنهم يعني. بالتالي من هاي المحاضرة الأخيرة أنا كلمنا شو بتوقع أن تنسألوا عنه، خلينا نجي هون، أوكي هذا اللي فوق حكيت لكم عنه من أشياء البنكرياس، هدول شو الموست كومن الدايفيزن، تمام، وأنه ممكن تجيب لكم توصيل عنه، هدول مهمين الإنزيمز، وهدول هاي الرسم كثير مهم، تمام. وهيك احنا بنكون خلصنا جميع محاضرات الباثو مع ملخصها. دعواتكم الي، تمام، ويا رب يا رب تجي الاسئله كثير سهله وتتوفقوا بالامتحان، وراح تكونوا دائما بالبال ودعواتنا حاضره معاكم. بالتوفيق يا رب للجميع.